بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم ويوم جديد من البريمو. دايما يا رب بندعي دايما بالخير لينا وليكم في الايام اللي جايه ان شاء الله، دايما باستمرار وسعاده دايما باستمرار ان شاء الله. حلقه النهارده هتكون مهمه، معايا اتنين من يعني من النقاد الرياضيين المميزين اللي بعتز بيهم، بعتز بقلمهم، ودايما يعني من الناس اللي ممكن تستمتع من خلال تحليلاتهم، من خلال قلمهم دايما باستمرار لما بينقدوا اي شيء في الرياضه، سواء في كره القدم او اي من الالعاب الاخرى. النهارده طبعا كلام كتير على منتخبنا الوطني لكره اليد وتاهله للدور ربع النهائي، حاجه طبعا محترمه في اولمبياد طوكيو، بيقدم عرض ونتائج مشرفه جدا للرياضه المصريه. ايضا عندنا بعض الامور الخاصه بالانديه المصريه هنتكلم عليها طبعا مع نجومنا الاثنين النقاد الرياضيين، هما استاذ اسامه السويسي واستاذ رجاء فتحي. طبعا نار على علم هنستمتع بيهم من خلال البريمو النهارده. خلينا نبتدي حلقتنا النهارده باهم اخبارنا. طيب هبتدي خبر طبعا فوز منتخبنا الوطني لكرة اليد رجال طبعا وتأهله للدور ربع النهائي ان شاء الله في الاولمبياد، وحاجة طبعا محترمة ان شاء الله المباراة القادمة امام المانيا، والهدف هو تحقيق ميدالية طبعا بعد الفوز ان شاء الله لو حصل بامر الله الفوز على المانيا، المنتخب بيضمن ان شاء الله ميدالية متواجدة في هذه البطولة، وده حاجة طبعا محترمة. منتخبنا النهاردة كسب البحرين 30-20 طبعا، ويعني بيقدم عروض ونتائج مميزه جدا، الفوز على السويد، الفوز على البحرين، الفوز على اليابان، بنتكلم ممكن هزيمه من الدنمارك، لكن طبعا الدنمارك طبعا صاحبه المركز الاول في العالم والتصنيف الاول في العالم في كره اليد، ويمكن السويد برضو كسبت الدنمارك، يعني الوضع بالنسبه لكره اليد مش بعيد دائما ان احنا ناخد ترتيب في هذه اللعبه المميزه واللي احنا بقينا فيها الصراحه يعني حاجه محترمه، اسامينا او اسم مصر بقت موجودة ضمن الكبار، وبالتالي هذا المنتخب ولعبة الكرة اليد بقت دائما بترفع اسم مصر صراحة في كل شيء، وبالتالي طبعا بنحييهم، بنحيي أدائهم، بنحيي روحهم، بنحيي كمان هدفهم في تحقيق حاجة لتاريخهم كمنتخب. طبعا كان في نجوم كبار قبل كده طبعا لمنتخب كرة اليد سابقا، ودول بيأكدوا على تفوقنا في عالم كرة اليد، ما شاء الله عليهم، نتمنى لهم طبعا التوفيق. طبعا ان شاء الله ان شاء الله يعني المباراه هتكون يوم الثلاث، كان في الميعاد كان الساعه 1 تغير الميعاد ل 12 وربع تقريبا، وبالتالي طبعا كلنا هنتابع هذا اللقاء امام المنتخب الالماني، ومستنيين ان شاء الله الفوز، ان شاء الله كمان تحقيق ميداليه مش بعيده طبعا عن ربنا، مش بعيده تماما ان شاء الله ان احنا عندنا القدره والامكانيات الخاصه باللاعبين بالفوز في المباراه القادمه بامر الله. طيب دي يمكن كنت حابب ابتدي بيها لان حاجه محترمه، لعبه جماعيه، ويعتبر اللعبات الجماعيه بالنسبه لمصر بتبقى صعبه، شفنا طبعا خروج لمنتخبنا الوطني الاولمبي من هذه الدوره، لكن كان خروج امام فريق كبير، امام فريق يعتبر بطل عالم، وان كان في السن ده الوضع بيبقى مختلف، لكن البرازيل من الفرق ومن الامكانيات المهاريه اللي موجوده عندهم واللاعبين اللي موجود عندهم المحترفين في كل ممكن حته في العالم يقدروا يعملوا فريق قوي، لكن ايضا منتخبنا كان من المنتخبات القويه في هذه الدوره خلال هذه البطوله، وقدم اداء رائع، وصعوبه الوصول للدور اللي احنا كنا فيه كانت متعته في ان انت كان الامور صعبه، مجموعه صعبه، وبالتالي وصلت للدور اللي بعديه بشكل جيد، خرجت في منتخب الارجنتين، وده في حد ذاته كان شيء كان جيد بالنسبه لمنتخبنا الاولمبي، ان شاء الله هيوصل بعد قليل الى مطار القاهره، ان شاء الله كل اللاعبين المتواجدين في المنتخب الاولمبي اللي بيشاركوا طبعا مع انديتهم في بطوله الدوري اللي سوف تعود ان شاء الله من بدايه من يوم الاربعاء هيكونوا متواجدين بقى مع فرقهم، يبتدوا يتمرنوا، يبتدوا يستعدوا لبطوله الدوري، وده ان شاء الله بقى بنستعد ليه احنا شخصيا من خلال المباريات القادمه والمباريات طبعا التي سوف تحسم من خلال
المباريات القويه، وزي ما انتم شايفين المنافسه القويه ما بين الاهلي والزمالك، وايضا منافسه قويه ما بين الفرق اللي ممكن بتنافس على المركز الثالث والرابع والمربع الذهبي، وايضا الفرق اللي بتحاول تبعد عن شبح الهبوط. ده برضو هتبقى منافسه، وهي دي يعني الدوري، او هو ده الدوري. كل سنه بتلاقي المنافسه اللي بتبقى موجوده تبقى على الابتعاد عن شبح الهبوط، وفي نفس الوقت في حاله الفوز بالدوري زي ما الاهلي كان يعني السنه اللي فاتت كان انهى الدوري قبل ما ينتهي بسبع اسابيع، كانت المنافسه على المركز الثاني والثالث والرابع كانت قويه. لكن السنه دي الوضع مختلف، بالاخص في الجزء الخاص بالمنافسه على البطوله نفسها، الوضع مختلف في الوقت الحالي، بالاضافه طبعا للمربع الذهبي للفرق المتواجده سواء بقى المصري او بيراميدز او الاتحاد، وبالاضافه ايضا لفريق سموحه ايضا في هذه المنافسه على المركز الثالث والرابع. طيب خلينا ابدا اخباري باخبار عن نادي الزمالك وفكره استفاده اللاعبين. هنا انا ممكن نادي الزمالك يعني بند الشراء لسيف الدين الجزيري، ونقطه سيف الدين الجزيري يعني بند الشراء فعله، ولكن هنا التفكير مختلف، ان انا بفعل بند الشراء وفي نفس الوقت بفكر في مهاجم سوبر يبقى موجود، سوبر يبقى موجود للفريق، وبالتالي انا موجود معايا هذا اللاعب لكن ممكن اعيره لو عندي لاعب ممكن يكون مميز اقدر اجيبه لاعب اجنبي، وبالتالي هو ده التفكير عند نادي الزمالك في هذا اللاعب سيف الدين الجزيري اللي ممكن يكون اشترك مع نادي الزمالك ولكن ليس بالشكل المطلوب بالنسبه لهذا المركز، مركز راس حرب. خليني اروح لليابان، استاذ شريف العيان سكرتير اللجنه الاولمبيه، واطمن على بعثه طبعا مصر في طوكيو 2020، وبالتالي طبعا بعض الامور الجيده اللي حصلت في الفترات اللي فاتت، وايضا التكمله بالنسبه للبعثه من خلال اللعبات المختلفه المتواجده في الوقت الحالي والمنافسات المتواجده لبعثه مصر في طوكيو 2020. استاذ شريف العريان تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا، اخبار حضرتك؟ يا ربنا يخليك، يا رب دايما بخير وسعاده يا رب. ان شاء الله كله تمام الحمد لله. طيب نطمن على البعثه الخاصه بالدوره، البعثه المصريه، والفتره القادمه من خلال طبعا المنافسات سواء للألعاب الفردية أو حتى لمنتخبنا الوطني لكرة اليد اللي تأهل للدور ربع النهائي. الحمد لله البعثة بخير، كله تمام التمام، اللي لعب وخلص. النتائج زي ما انتم شايفين نتائج مميزة، نتائج كويسة، نتائج طبيعية، حتى الآن ميداليتين إن شاء الله في المزيد قادم بإذن الله. احنا اللي فاضل عندنا باقي المصارعة الحقيقة، النهارده هتلعب ايناس غورشد، ولسه كيشو عنده لعب بكره، عندنا السباحه التوقيعيه، وعندنا الجمباز الايقاعي، الاثنين لسه ما لعبوش، عندنا الفروسيه هتبدا قريبا، الكاراتيه طبعا اللي حاطين عليه امال كبيره الحقيقه، واكبر فرص للميداليات الحقيقه عندنا، وعندنا برضو فرصه في الخماسي الحديث لسه هيبدا في الاخر الحقيقه. يعني فكره الميداليات استاذ شريف، وحضرتك قلت لنا ان في بعض اللعبات زي الكاراتيه في الوقت الحالي الفروسيه ممكن يكون عندها ايضا فرصه، يعني النسب ممكن توصل لكام في الميه من خلال طبعا يعني كلام حضرتك، لانك وانت بتتكلم في كده نبره ان احنا واثقين في المجموعه اللي موجوده في هذه اللعبات. لا احنا واثقين، واحنا قلنا من اول الحقيقه قبل السفر قلنا ان مصر متوقع ليها بالمنطق كده خلاص نجيب من 3 إلى 4 ميداليات، ممكن نوصل لخمس ميداليات، حققنا 2 اوريدي في التايكوندو، وقلنا الالعاب اللي ممكن تحقق وفرص تحقيقها الحقيقه، يعني عندنا كان في النصف الاولاني من الدوره اللي هو يعتبر خلص دلوقتي، كان عندنا فرصه في الرمايه وفرصتين في التايكوندو، الفرصتين بتوع التايكوندو الحمد لله اتحققوا، فرصه الرمايه لم تتحقق الحقيقه، كانت عازمه حلبه ولم يوفق في الوصول الى النهائيات، وهي دي الرياضه، ممكن حاجه توفق وحاجه لا. صحيح صحيح. الفرص المتبقيه لينا احنا قلنا عندنا زي ما قلنا فرصه مش كبيره الحقيقه في الفروسيه، بس موجوده الفرصه مش صفر يعني، عندنا فرصه في الخماسي، عندنا انما الفرصه الاكبر الحقيقه في الكاراتيه متمثله الحقيقه في علي الصاوي وجيانا فاروق بالتحديد، وايضا في ريال اشرف. اما اللاعب واللاعب الاخرين فرصتهم ضعيفه جدا الحقيقه في الوصول للميداليات، هي دي فرص مصر، المصارعه نفس الشيء،
عندنا الفرص الاقرب الحقيقه هي كانت كيشو طبعا، ثم عبد اللطيف منيع. عبد اللطيف منيع لم يوفق امبارح الحقيقه، وخسر من بطل روسيا في دور الثمانيه. هي دي فرص مصر، لسه عندنا فرصه طبعا في الفرقتين الجماعيتين، كان قلنا فرصهم ما كانتش صفر. كرة القدم وصل دور الثمانية ثم اتغلب من البرازيل برازيل. 1-0 في الماتش اللي انتوا شفتوه. اليد ماشي بطريقة كويسة جدا، أكثر من رائعة الحقيقة. تاني المجموعة بعد الدنمارك هنقابل المنتخب الألماني. الحقيقة ألمانيا، ألمانيا اللي هي تالت المجموعة الثانية بكرة بتوقيت طوكيو، لأن احنا دلوقتي هو 6 الميعاد الصبح. اتغير يا استاذ شريف ليه؟ يعني هل كان الاول محدد ليه وقت غير التوقيت اللي تم تحديده في سابقا لهذه المباراه؟ لا لا، ميعاد ما اتغيرش ولا حاجه خالص، يمكن وسائل الاعلام بس اوكي. يعني تكون كتبت ميعاد خاطئ الحقيقه، انما الميعاد هو ثابت بالظبط من بتوقيت الاول. مصر الساعه 12. 12 اوكي لازم اراجع عندي الحقيقه عشان ما اديش معلومه تمام خاطئه، تمام انما المواعيد ثابته ولم تتغير من قبل الدوره ما تبدا الحقيقه يعني. شايف حضرتك فرص مصر بقى للفوز على ألمانيا يعني بنسب كبيرة إن شاء الله؟ انا شايف ان فرصه مصر اعلى من المانيا المره دي خلاص، يعني في السابق كانت بتبقى فرص المانيا اعلى، المره دي احنا تاني مجموعه هم تالت المجموعه. فرقتنا فايقه جدا، فرقتنا ماشيه بشكل اكثر من رائع الحقيقه، رجاله جدا. نتمنى بس التوفيق في اليوم، يعني لازم الناس تعرف ان الرياضه دي في حاجه اسمها التوفيق في اليوم نفسه. لو وفقنا، لو حراسنا كانوا نسبه التصديات ليهم عاليه في اليوم، دفاعنا هجومنا نفس الشيء، ان شاء الله احنا هنتخطى المانيا نوصل للسيمي فاينل. ولو ده حدث حقيقه هيبقى اول مره في تاريخ كره اليد المصريه الوصول الى قبل النهائي، هتبقى حاجه اكثر من رائعه، وطبعا هنبقى منتظرين المنافسه على الميداليه باذن الله. الميدالية، ميدالية من الميداليات. يا رب إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب كرة اليد، وإحنا عندنا ثقة فيهم صراحة أستاذ الشريف، لكن فكرة المتابعة من خلال حضراتكم مهندس شريف حطب وأيضا معالي الوزير، الأمور ماشية إزاي؟ هشام حطب، أنا آسف، هشام حطب. الامور ماشيه اكثر من رائع الحقيقه، الامور ماشيه كويس جدا. سياده الوزير كان معانا في الاسبوع الاول من البطوله، ثم رجع. يعني كل حاجه ماشيه طبيعي الحقيقه، كل ماشيه حاجه ماشيه طبيعي. عشان كده بيقول دايما الحساب يبقى في نهايه الدوره، الناس سخنت قوي بعد اول يومين الأول. الحقيقه، كان في انتقادات لاذاعه الحقيقه. ثالث يوم كان جت الميداليتين، الناس هديت. احنا فهمنا الناس من الاول الحقيقه ان احنا عندنا فرصنا ايه في الاول وفرصنا ايه في الاخر. فخلاص يعني احنا الدوره تنتهي، احنا منافساتنا تنتهي يوم 7 8، ثم حفل الختام هيكون يوم 8 8 ان شاء الله. مصر قادره للوصول للرقم 5 الحقيقه، اللي هو اعلى رقم عدد ميداليات جابته مصر في تاريخها، بتتحقق كذا مره الحقيقه، امستردام 28، برلين 36، يعني اخرهم اثينا 2004. نتمنى ان احنا نوصل لهذا الرقم ونكسره كمان الحقيقه، يعني هو ده الهدف من اهدافنا يعني. فان شاء الله خير يعني. استاذ شريف خليني اسالك على البعثات العربيه الاخرى، يعني شفنا قطر بتحرز ميداليه ذهبيه، شفنا برضو تونس، شفنا الاردن، يعني من خلال متابعتك برضو للبعثات العربيه المتواجده في هذه الدوره بتقيمها ازاي من خلال طبعا البطوله؟ المفاجأة الوحيدة الحقيقة اللي ما كانش حد يقدر يعني يبريدكت او يتوقعها الحقيقة، ولا حتى التوانسة نفسهم الحقيقة، كانت ميدالية السباحة، الميدالية الذهبية اللي احرزوها في 400 متر حرة سباحة. دي هي اللي يعني الولد تأهل للنهائي، وده كان انجاز في حد ذاته، ثم يحرز الميدالية الذهبية، دي كانت مش متوقعة على الاطلاق. اما كل النتائج الاخرى بما فيهم الذهبيتين الحقيقه بتوع قطر، لان قطر احرزت امبارح ذهبيه الوزن العالي، وبطلها الحقيقه هو بطل العالم، هو صاحب الرقم العالمي، فبالتالي ما كانش فيه اي مفاجاه الحقيقه امبارح في هذه الميداليه يعني. اما ميداليه حسونه اللي هو من اصل مصري اصل الحقيقه، مصر صحيح. يعني حسونه نفسه والده لعب معايا انا في الاولمبياد، يعني لعب والله. معايا انا في الاولمبياد، اولمبياد 92 في برشلونه، ممثلا لمصر الحقيقه. هذا الولد اوريدي في قطر من يمكن اكثر من 7 8 سنوات دلوقتي، مش حاجه فجاه سافر قطر او حاجه على الاطلاق الحقيقه. وهذا الوزن
يعني في 2 من ابطال العالم موقوفين للمنشطات الحقيقه، فهي دي كانت فرصته الحقيقه في احراز الذهبيه وقد احرزها يعني. باقي الميداليات العربيه الأردن، الأردن زي برضو الاردن، الاردن والميداليه الفضيه في التايكوندو الحقيقه كانت حاجه اكثر من رائعه. كنا نتمنى ان النهائي يبقى مصر والاردن الحقيقه، انما الولد الروسي الحقيقه كان تقيل علينا وعليهم الحقيقه. هو طلع سيف في دور الاربعه، وهو هو اللي كسب اللاعب الاردني في النهائي. يعني الميداليات كلها متوقعه خلاص، ولسه العرب عندهم فرص اخرى. إن شاء الله. الكويت طبعا في الرمايه مميزه الحقيقه، وما فيش مفاجات في الميداليه اللي حققتها. يعني برضو ان شاء الله مصر هتبقى في مكانه ثانيه بنهايه الدوره الدورة. باذن الله، وانا واثق ان احنا يعني على الاقل ميداليتين كمان هيجوا لمصر باذن يا رب الله. يا رب ان شاء الله. استاذ شريف، كابتن شريف طبعا العريان، سكرتير عام اللجنه الاولمبيه، بشكره طبعا من طوكيو وهو متواجد هناك طبعا بيطمننا على بعثه مصر في هذه الاولمبيات. يا رب دايما بالخير، وزي ما احنا بنتكلم او اتكلم كابتن شريف ان شاء الله ان شاء الله ميداليتين كمان، يبقى احنا كسرنا ريو دي جانيرو في البطوله، او كسرنا رقم، او كسرنا رقم الميداليات الخاصه بالدوره السابقه، وتبقى طبعا يعني زي ما بتقول ايه، انت بتعمل يعني احسن واحسن واحسن، كل دوره تبقى الوضع مختلف وافضل من اللي قبلها من خلال عدد الميداليات اللي انت بتحصل عليها. طيب ده بالنسبه للاطمئنان على بعثه مصر في دوره الالعاب الاولمبيه. كنا بنتكلم على اخبار نادي الزمالك في نفس التوقيت اللي انا بتكلم على سيف الدين الجزيري، وان الزمالك بيدرس اعاره هذا اللاعب في حاله وجود لاعب مميز في مركز الراس حربه، وده زي ما بقول بيتبعه اغلب الانديه، ان انا معايا لعيب كويس لكن ممكن لو، وخصوصا ان هو بيشغل مكان لاعب اجنبي، ان انا لو لقيت حد افضل منه بعير هذا اللاعب، وفي نفس الوقت بيبقى موجود وبستفاد منه ماديا والامور بتبقى معايا وبجدد له عقده، وده بيحصل سواء بقى في الاهلي او في الزمالك او في انديه اخرى. كنت اتكلمت على خبر خاص بانتقال دونجا الى نادي الزمالك امبارح، وقلت ان ممكن بيراميدز او المفاوضات موجوده ما بين النادي واللاعب او ناديين مع بعض، الاهلي الزمالك وبيراميدز، في فكره المقابل المادي، وكمان يكون لو نادي الزمالك عايز يعني يكون في لاعب في صفقه متواجده داخل هذه الصفقه الخاصه بدونجا وانتقاله الى نادي الزمالك، وهو مصطفى فتحي. وقلت النقطه دي امبارح وباكد عليها دلوقتي، ان بيراميدز من خلال المفاوضات الخاصه مع نادي الزمالك بيطالب بمبلغ مالي، وايضا مصطفى فتحي كلاعب من اللاعبين المميزين واللي تالق ومن خلال هذا الموسم واعارته النادي سموحه احد هدافي الدوري الممتاز في التوقيت الحالي، وده يكون متواجد في هذه الصفقه وشروط موجوده لنادي بيراميدز في هذه الصفقه. طبعا مصطفى فتحي لاعب بانت امكانياته اكتر لما ابتدى يلعب بشكل مميز مع نادي سموحه، ووجوده ايضا مع منتخب مصر من خلال هذا النادي، من خلال وجوده كلاعب اساسي مع الفريق، وكابتن احمد سامي الصراحه عرف يستفاد منه احسن استفاده واخد منه احسن شيء موجود عنده كلاعب. كان كارتيرون كان عنده بعض اللاعبين في مركز راس حربه منهم مالونجو. مالونجو طبعا كان كلام عليه من خلال توصيات من كارتيرون، وفي نفس الوقت نادي الزمالك ما عرفش طبعا يحصل على هذا اللاعب بناء طبعا على المقابل المادي اللي ممكن بتقدمه انديه الخليج، وضع مختلف من حيث الماده، من حيث طبعا الامكانيات الماديه، وبالتالي النادي بتاعه وهو شخصيا فضل ان هو يبقى متواجد في الشارقه الاماراتي، وكان في استياء من كارتيرون في عدم تخليص هذا اللاعب او انهاء هذه الصفقه بالنسبه لنادي الزمالك، من وجهه نظره انه كان هيفيده كتير جدا هذا اللاعب، ويفيد خطه لعب كارتيرون مع نادي الزمالك. في نفس الوقت انا بتكلم على اللاعبين في نادي الزمالك وتسويق اللاعبين والصفقات، نادي الزمالك بيسوق عواد في دول الخليج، وبالاخص طبعا احنا بنتكلم على عواد المقابل المادي بتاعه، وده السبب الاكثر اهميه بالنسبه لاداره نادي الزمالك، ان بياخد مبلغ كبير جدا وانتقاله كان بمبلغ كبير جدا، وبالتالي الميزانيه ساعات ما بتبقاش قادره تستحمل في نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت طبعا متطلبات كتير جدا، فلوس ممكن تكون
مستحقات لبعض اللاعبين، مشاكل كانت موجوده بيحلها نادي الزمالك، وبالتالي العقود اللي ممكن تكون عاليه وما نادي الزمالك ما بيستفدش منها يقول لك انا اسوقه او اعيره او ابيعه واقدر استفاد منه. منهم محمد عواد اللي ممكن يكون الراتب بتاعه كبير بيسوقه نادي الزمالك في دول الخليج بحيث انه يبقى متواجد ويستفاد منه نادي الزمالك ماديا. خليني اقول لكم ان النهارده الاتحاد الافريقي بناء على تصويت الجمهور أفشة بيحصل على جائزة أفضل هدف، هدف طبعا كان متواجد في مرمى فيتا كلوب لو تتذكروه، ودي تاني سنة على التوالي أفشة بيحصل على هذا اللقب أو لقب أفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا. وصراحة أفشة دايما أهدافه مؤثرة سواء في إنهاء أفريقيا السنة اللي فاتت أمام نادي الزمالك، السنة دي برضو في كازا تشيفز بيحرز هدف رائع، ولكن الهدف اللي تم اختياره من خلال تصويت الجمهور وده طبعا عن طريق الاتحاد الافريقي كان امام فيتا كلوب، طبعا هدف كان مميز جدا لأفشة، لعيب مميز، لعيب زي ما بنقول رمانة ميزان دلوقتي في النادي الاهلي، الامور بالنسبة له خلاص وصل للتوب فورم بشكل كبير، ثقة في الاداء، ثقة في النفس، حركة سهلة، الامور بالنسبة له عارف كل الامور داخل الملعب بيتحرك ازاي، بيقف فين، يوقف الكرة امتى، ويباصي امتى، ويهدي اللعب امتى، حاجات كتير جدا أفشة وصل ليها لمرحلة زي ما بقول كده النضج القروي بالنسبة للوقت الحالي، وده أعتقد إن هو وقت بدري كمان في سنه، في سنه ده لسه أفشة أنت بنتكلم على 24 سنة مثلا، لسه قدامه عمر يقدر كمان يتطور بشكل أحسن ونضجه يبقى أكبر وأكبر، هيفيد كتير جدا فريق النادي الأهلي في الفترة القادمة. خلينا أروح لواحد من نجوم نادي الزمالك السابقين كابتن أحمد مجدي، طبعا واحد من اللعيبة المميزة جدا في خط الوسط. تحياتي ليك كابتن أحمد. حبيبي يا كابتن محمد، أخبارك إيه؟ طمنا عليك أبو الكواتي. كله زي الفل، ربنا يخليك. طيب خلينا نبتدي معاك الأول بالمنتخب الأولمبي كابتن أحمد، وبعد كده أخش بقى على الأندية المصرية ورأيك في الدوري الممتاز ورجوعه مرة أخرى بداية من يوم الأربعاء إن شاء الله. رأيك في خروج منتخبنا الأولمبي من الأولمبياد أمام البرازيل؟ البعض بيراه انه شيء طبيعي امام فريق كبير زي البرازيل، والبعض بيرى ان كان عندنا قدره على التاهل من هذا الدور يا كابتن. لا والله يا كابتن، خلينا بس نتفق كده ان هو برضه منتخب مصر وقع في مجموعه قويه، مش مجموعه بسيطه، وعرف يصعد منها. بتيجي نتكلم قدام البرازيل، البرازيل لا، في فوارق كبيره جدا في الاداء وفي التكنيك وفي التكتيك وفي السرعات وطريقه اللعب، كل حاجه عندك فيها فوارق كبيره. ففي الاخر لما تيجي تحكم، لا هو مش تحكم على منتخب كمنتخب، انت بتحكم على منظومه، وبتحكم على ملاعب وعلى طريقه لعب في المنتخبات. يعني انت بتبص على منتخبات في اوروبا كابتن محمد، بيلعبوا من منتخبات الناشئين للشباب الاولمبي للمنتخب الاول بنفس طريقه اللعب ونفس السيستم ونفس الاسلوب ونفس كل حاجه. انت الكلام ده مش موجود عندك في مصر، فانت عندك اصلا البنيه التحتيه اللي هي الناشئين او البراعم مش ما فيش فيها طريقه لعب او فيها شغل تكتيكي الولاد بيفهمه ويشتغل عليه، عشان ما كان يصعد لما يجي يصعد في المراحل دي، المراحل الكبيره دي، يبقى اوريدي هو متاسس كويس وعارف مع المدربين بتوعه بيشتغلوا معاه ازاي وطريقه اللعب بتاعت المنتخب دي ازاي. كل الكلام ده كله في الاخر انت ما ينفعش، انت مش مصنف باسلوب لعب معين. يعني تيجي تبص على اسبانيا والبرازيل والفرق دي، لا عندهم طريقه لعب اللي بتشتغل على الاستحواذ، ده طريقه لعب كل المنتخبات. تعال بص المنتخب تحت ناشئين الشباب الاولمبي الاول هو نفس السيستم ونفس الشغل. فانت في الاخر ما عندكش منظومه عشان تقدر تحكم على اللعيبه دي او تحكم على مدير فني، على تطوير المدير الفني نفسه وتطوير طرق اللعب والشغل الجديد الحديث في الكوره، مدى التطور بتاع المدرب ومدى تطور اللعيبه معاه. وبرده يحط برده نقطه مهمه جدا، انت في الاخر برده المنتخب ما خدش الاعداد، الفتره بتاعت الاعداد الكويسه اللي هو يلعب مع منتخبات قويه. بس هو لعب مع لاعب، عايز اقول لحضرتك كابتن احمد وانت حضرتك بتتكلم على الاعداد، المنتخب الاولمبي تقريبا هو افضل منتخب عمل اعداد، افضل حتى من المنتخب الاول، يعني لعب البرازيل، لعب جنوب افريقيا. بتكلم فتره قبل البطوله يا كابتن، يعني فتره قبل البطوله، قبل البطوله كانش في كورونا، لو ما كانش في كورونا الوضع كان هيبقى مختلف، حتى 10 ماتشات مثلا كويسين جدا جدا جدا. ففي الاخر ما ينفعش تقعد مع منتخب هو المنتخب ده كافراد لعيبه كويسه جدا جدا كانت ممكن توصل لاحسن من كده، ده من وجهه نظري، لكن في الاخر ما عندكش سيستم وما عندكش اسلوب تقدر تفرضه في اللعب يعني. طيب يعني عايز اقول لك من وجهه نظرك كابتن، طبعا المنتخب ده هو قوام منتخبنا الاول، بعد كده افضل اللاعبين اللي ممكن تشوفهم ممكن يبقوا من خلال هذا المنتخب كابتن حسام البدري يعني يستعين بيهم في الفتره المقبله، خصوصا ان احنا عندنا ان شاء الله الفتره اللي جايه هي تصفيات كاس العالم، ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الاول ان شاء الله.
لا عندك طبعا، عندك خلي بالك اللعيبه دي يعني، انا بعد حتى التصفيات ممكن تلاقي القوام كله موجود، لانهم كلهم اصلا بيلعبوا في الدوري الممتاز وبيلعبوا في فرق اساسيين اوريدي، هم تحت العين الجهاز الفني. عندك رمضان صبحي، عندك احمد ياسر ايان، عندك طاهر محمد طاهر، كل اللعيبه دي بتلعب في الانديه بتاعتها، عندك امام عاشور، عندك عمار حمدي، يعني لما تيجي تبص اكرم توفيق كلهم لعيبه بتلعب اساسيين في المنتخب، واسامه جلال وكريم العراقي واحمد فتوحه كلهم بيلعبوا اوريدي في المنتخب في الدوري الممتاز، فاوريدي مؤهلين ان هم يبقوا موجودين. هو ده خلي بالك ده مستقبل المنتخب، يعني هو ده المستقبل بتاع المنتخب، لانهم لسه لعيبه عندهم 23 سنه. بس الواحد ينصح الانديه يعني ان هم يسيبوا اللعيبه دي لو جالهم احتراف يحترفوا، لانك في الاخر لو قعدت تحافظ على لعيبتك عشان الجمهور وعشان الدوري وعشان الدوري المصري والكلام ده كله، عمرك ما هتطلع منتخب قوي بعد كده. هات لي اي هات لي كل المنتخبات الموجوده اللي هي ليها اسماء، تلاقي ثلاث ارباع اللعيبه بتاعتها محترفين بره او بيلعبوا في دوريات اقوى بكتير والكلام ده كله. فانت في الاخر لو هتفضل ماسك اللعيب بتاعك، يعني المشكله يا كابتن محمد ان كل نادي بيفتكر اللعيب معاه اللي بيجي له احتراف ده لازم يبقى سلعه. لا انت بقى بص على الكاميرون ونيجيريا والفرق اللي هي وكوت ديفوار، هتلاقي اللعيب بيطلع ب 50,000 يورو 100,000 يورو، يطلع بره يعيش وهو صغير، فبيبدا بقى خلاص ياخد بس. كابتن انا هكلمك، انا معاك في نقطه، كنا بنطالب كابتن احمد بالنقطه دي، انك ما تبقاش متمسك بالمقابل المادي الكبير، عشان على الاقل كنا في وقت من الاوقات كنا ما عندناش عدد من المحترفين اصلا، لو تتذكر في سنه من السنين، بالرغم من ذلك ان احنا ما كانش عندنا محترفين، بس اخذنا بطولات كبيره يعني 2006 و8 و10، لكن الوضع دلوقتي مختلف. لكن بس هي النقطه يا كابتن اللي انا عايز اقوله، هي موضوع صعب. انا كنادي متطلباتي ماديه كبيره، اهلي زمالك، وفي نفس الوقت بربي اللاعب ده، ببقى مستني ان هو لا الا يديني بطولات، او لما حتى استغنى عنه هو مقابل مادي يقدر يكفيني او حق رعايه زي ما احنا بنقول. يعني في نقطه غايبه عن الناس، اللعيب اللي بيروح ده ما بيروحش نجم هناك، هو اللعيب ده نجم في فرقته هنا مثلا، يطلع من الاهلي الزمالك او الكلام ده كله، هو بيطلع نجم من الاهلي الزمالك، لكن ما بيروح هناك بيبقى لعيب عادي جدا بالنسبه لهم، او مش هيتعامل بالنجوميه اللي هو يعني فاهم قصدي ايه. انت في الاخر اللعيب الكواليتي بتاعك كويس وتقدر تفتها المدى البعيد والكلام ده كله، لكن في الاخر هو مش نجم عالمي، فاهم قصدي ايه. فانت اللعيبه اللي بتفرق معاك اللعيبه في الكوت ديفوار والكاميرون ونيجيريا دايما بيبقوا احسن ليه في الفترات بتاعت المنتخبات الناشئين والشباب والاولمبي، وبياخدوا الميداليات لان هم اوريدي بيسيبوا اللعيبه بتاعتهم بتتطور وبتحترف، فبيرجع في الاخر لكميه. لما تيجي تبص على كميه مثلا المحترفين في نيجيريا، الكاميرون، الكوت ديفوار، لا اعداد مهوله في كل المنتخبات، واللعيبه كمان حتى لعيبه المنتخب الاول كلهم محترفين. فانت في الاخر انت بتصدر، انت بتبص على مصلحتك الشخصيه بس، بتبص على النادي بس اللي هو عاوز ياخد فلوس ويبيع لعيب، لكن في الاخر مصلحه البلد نفسها او منتخب مصر او حتى ككره مصريه هي مفيش غير الاحتراف، لان الوقت اللعيب نفسه يا كابتن تكتيكيا هيختلف، فنيا، بدنيا، ذهنيا، كل حاجه هتتغير في اللعيب ده بالذات لما يطلع صغير. يعني حط النقطه الصغيره دي مليون خط، لان كل ما لعيب بيطلع صغير كل ما بيعرف اكيد الاستفاده اكتر. صحيح صحيح، على الوضع هناك في اوروبا، لكن لعيب كبير بيطلع خلاص هو العادات والتقاليد هو خدها، مش هيعرف يغير من نفسه او بيقدر يتطور مع البلد نفسها اللي هو فيه. طيب خلينا ناخد كابتن احمد وعوده الدوري مره اخرى، ومن وجهه نظرك، انا ببص الجدول الدوري كده الامور، احنا بنتكلم على عدد قليل من المباريات، يصل مثلا لبعض الفرق لخمسة، وبعض الفرق ستة، وبعض الفرق تمانية سبعة، ده طبعا أهلي والزمالك. بتشوف الأقرب دلوقتي للهبوط من خلال الجدول الدوري، طبعا أسوان ووادي دجلة والإنتاج الحربي هم الثلاثة المتواجدين في الجدول الدوري في المؤخرة، ولكن طبعا يعني مش بعيد عن البنك الأهلي، مش بعيد عن المقاولين العرب. عايز أكلمك في النقطة دي الأول، أكلمك بعد كده على منافسة الدوري ما بين الأهلي والزمالك، لأن هي دي الأقوى والمنتظرة أكتر طبعا جمهور الفريقين. يا كابتن بص يا كابتن، والله بنسبة 95% الأسماء اللي أنت قلت عليها دي أسوان ووادي دجلة والإنتاج، يعني هم أقرب ثلاثة الهبوط، هم الثلاثة دول يعني نسبة 95%. ممكن الكلام يتغير، بس ما أعتقدش المقاولين، ما أعتقدش البنك الأهلي، أعتقد هم الثلاثة دول اللي هم أقرب ثلاثة اللي هم ممكن يخبطوا يعني. طيب هكلمك على الأهلي والزمالك والمنافسة، هل ممكن نشوف ان اللي تفضل لغايه اخر ماتش، ولا ممكن قبلها بماتشين كده او اسبوعين نلاقي الدنيا حسمت؟ لا اعتقد هيبقى لاخر ماتش، وهي النقطه اللي يعني النقطه اللي هتفرق فيه جدا مع الاهلي والزمالك، هي نقطه تدوير اللعيبه. تدوير اللعيبه اللي هيمسك في ال 11 لعيب بتوعه الاساسيين بس هو هيخسر نقط مع الضغط اللي موجوده بالنسبه مع الضغط الجو... انت ممكن مش 3 ايام ماتش كمان، انت كل ممكن يومين ماتش. فانت في الاخر اللي كنا بنادي عليه دايما حتى ما جيت مع حضرتك كذا مره، ان انت لازم تطور اللعيبه اللي معاك، يبقى على الاقل
اللعيب الاحتياطي عندك يبقى 70 في 60 70% عشان هتحتاجه هتحتاجه. طب مين المدرب اللي بيعمل كده في الفرقتين يا كابتن؟ هل بتشوف موسيماني في الاهلي بيعمل الجزئيه دي اصلا من غير ما ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ يعني بصراحه يعني انت موسيماني اخر فتره راجع من بطوله افريقيا لعب بنفس التشكيل مثلا اللي لعب بعديه، حصل ايه؟ تعادل مع البنك الاهلي، بعد كده الانتاج الحربي ماتش صعب جدا 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 وكسب في اخر ثواني، بعديه ماتش اسوان كان ممكن الماتش برضه يروح منه. فانت برضه مهما كان اللعيبه دي مهما عملت لها استشفاء وعملت لها، ما هو بيلعب كهربا، بيلعب الناس اللي ممكن ما هو لا ما هو بيلعب دول عشان بيلعب بيلعب ناس معينه عشان هو اوريدي اللعيبه دي مش موجوده الثانيه اللي هي بتاعت المنتخب الاولمبي. لكن لما ترجع هتلعب لعيبه المنتخب الاولمبي، فهتفضل ماسك في نفس اللعيبه او نفس الشكل الفني والتكتيكي. لا ما انت كل ماتش ليه ظروف ولازم اللعيب، ما عشان كده بتكلم يا كابتن فاروق، لما اللعيب الاحتياطي عندي او ما بيلعبش اساسي يبقى عندي 60 70% لما اشيله اشيل اللعيب الاساسي عندي واحط اللعيب الاحتياطي دوت ما بلاقيش فرق في الاداء ومشاكل في الاداء. لكن هتيجي تبص انت واحد ما بلعبوش الموسم كله وهاجي احتاجه في اخر ماتشين ثلاثه هيحصل ايه؟ واعتقد كمان انت بتتكلم كمان صح يا كابتن، طبيعي جدا هتلاقيه طبعا الوضع هتلاقي مختلف شويه، هتلاقي اثر في الاداء، هتلاقي في مشاكل فنيه بدنيه، يعني حاسس فكل الكلام ده كله وارد في الكوره سواء للاهلي او الزمالك. عشان كده الاهلي والزمالك عندهم 30 لعيب وعندهم القدره الماديه اللي هو بيروحوا يجيبوا لعيبه. فطبيعي جدا لازم المدرب دوره، وده دور الدور الاساسي من وجهه نظر المدرب ان هو يطور اللعيب. واعتقد حتى اللعيب الزمالك يا كابتن برضه عنده نقطه في دكه البدلاء مش بنفس كثره اللاعبين وقوتهم، فدي بتخلي كارتيرون يعتمد بشكل اكتر على المتواجدين في الملعب من البدايه. ما هو ده اللي بنتكلم فيه بقى كابتن. انت في الفتره الجايه هيبقى الدنيا صعبه، انت عندك كل يومين ماتش. فالحمل البدني والشغل البدني مع الضغط والاستريس اللي هو بتاع الملعب نفسه، اللي انت مش عاوز تخسر ولا نقطه او اقل نقط تخسرها عشان ما تبعدش المنافسه عن النادي الاهلي، والنادي الاهلي نفس الموضوع عن الزمالك، فالموضوع ما بقاش هيبقى سهل على الفرقتين. فاللي هيعرف يدور الفرقه بتاعته كويس ويعرف يستخدمهم كويس ويعرف يشتغل صح وينفذ الشغل اللي هو عاوزه في دماغه هو اللي يطلع في الاخر في الدوري. يعني معاك انا كابتن احمد، كابتن احمد طبعا مجدي طبعا بشكر حضرتك و بحييك على دايما ارائك المميزه. احمد مجدي واحد من اللاعبين اللي كانوا مميزين جدا في خط الوسط، وكمان رايه انا شايف ان هو فكره التدوير وضغطه المباريات في الفتره اللي جايه هتبقى مشكله للاثنين مدربين، ازاي هتتعامل معاها هي دي الاهم، لانك هتلعب في كل ماتش مباراه اصعب من الثانيه مع فرق عندها طموح، سواء بقى طموح البقاء في الدوري او حتى طموح وجودهم في المربع الذهبي، او حتى ان انت بتلعب قدام الاهلي والزمالك، ده في حد ذاته انك بتقدم عرض وبتعرض نفسك للناس كلها. هطلع لفاصل وهرجع اكمل اخباري، ويعني اكيد طبعا عندنا لقاء مهم مع الاستاذ اسامه السويس والاستاذ رجاء فتحي النقاد الرياضيين، نتكلم طبعا في كل الامور الخاصه اللي احنا بنتكلم فيها واخبارنا الخاصه بالبريم. مع انتهاء دور المجموعات لمنافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، دخل المنتخب المصري التاريخ بأداء لافت وانتصارات متتالية، ومع انتصاره في 4 من أصل 5 مباريات في المجموعة، أصبح المنتخب المصري لليد أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز عربياً وإفريقياً في تاريخ الأولمبياد، وحل المنتخب المصري تاني خلف بطل العالم الدنمارك، ووضع اسمه منافس قوي على إحدى الميداليات، وبالنظر للنقاط وفارق الأهداف، أصبح المنتخب المصري تاني أفضل منتخب في البطولة خلف الدنمارك، متفوق بأرقامه حتى على متصدر المجموعة الأولى فرنسا، وبيواصل المنتخب المصري تألقه اللافت اللي ظهر خلال بطولة العالم اللي أقيمت في بلاده مطلع العالم. لما خرج من ربع النهائي أمام البطل الدنمارك بالركلات الترجيحية بعد التعادل في الوقت الأصلي، ومن المقرر أن تواجه مصر نظيرتها ألمانيا الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثانية ظهراً، والفائز من هذه المواجهة هيلتقي مع الفائز من فرنسا والبحرين في نصف النهائي. ومنح منتخب اليابان لكرة اليد تأهل تاريخي للبحرين لربع نهائي الأولمبياد في كرة اليد بعد فوز اليابان على البرتغال بنتيجة 31-30، لتتأهل البحرين بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع البرتغال واليابان. واستهل منتخب مصر لكرة اليد مشواره بالفوز على البرتغال بنتيجة 37-31، ثم الهزيمة من الدنمارك بنتيجة 32-27، وفي الجولة الثالثة فاز على اليابان بنتيجة 33-29، ثم حقق الفوز على منتخب السويد بنتيجة 27-22، والفوز على اليابان بنتيجة 30-20.
كاملين مع حضراتكم اكيد في البريمو واخبارنا الخاصه بالبريمو. خليني بس قبل ما اكمل اخباري الخاصه بالاسماعيلي والفرق المصريه اروح لاستاذ محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، ومن خلال طبعا تواجده معنا نطمن على الفريق ونطمن على الاستعداد الخاصه بعد طبعا العوده مره اخرى للدوري. وما شاء الله نادي المصري البورسعيدي في المركز الثالث، شيء طبعا بيسعد به جمهور المصري وجمهور بورسعيد في تواجد فريقه بالشكل ده، وطبعا يعني يعتبر طبعا حاجه محترمه جدا. السنه فاتت كان امور صعبه جدا نتيجه ازمه كورونا والامور اللي كانت خاصه بنادي المصري، ولكن السنه دي الوضع مختلف جدا مع كابتن علي ماهر. استاذ محمد تحياتي لحضرتك. كابتن محمد مساء الفل عليك وتحياتي ليك وتحياتي للساده المشاهدين. ربنا يخليكم، نورنا دايما في البريمو استاذ محمد. حبيبي ربنا يخليك. طيب خليني الله يخليك تسلم، خليني اطمن بقى على المصري. يمكن الامور طبعا زي ما انتم موجودين دلوقتي في الوقت الحالي في ثالث جدول الدوري وثالث الدوري، المهم الهدف وبالنسبه للجمهور المصري هو الاستمرار ووجودكم في المربع الذهبي، وبالتالي طبعا المشاركه في بطولات افريقيا الموسم القادم، يعني ودي طبعا حاجه هتسعد جمهور المصري البورسعيدي. والله يمكن الحمد لله، يمكن زي ما انت بتقول كده كابتن محمد، يمكن مجلس الاداره الحالي مجلس المنتخب اللي بقى له 4 سنين دلوقتي، من اول يوم واحنا هدفنا واحد هو التواجد في المربع الذهبي. انا بكلمك على مستوى فريق الكوره الاول بالنادي المصري، تواجد في المربع الذهبي وطبعا المشاركات الافريقيه الحمد لله كل سنه موجودين في المربع الذهبي، ده هدف وهدف شرعي لمجلس اداره النادي المصري وجماهير النادي المصري، وده الهدف اللي احنا حافظنا عليه الحمد لله خلال السنوات اللي فاتت دي كلها، وحطينا النادي المصري في المكانه اللي يستحقها. اكيد النادي المصري يستحق اكتر من كده، لكن على الاقل يعني على الاقل وجود النادي المصري في المربع الذهبي في الاعوام السابقه، وان شاء الله الهدف السنه دي وهو يعني السنه اللي هي تعتبر اخر فتره موجوده بالنسبه لمجلس الاداره الحالي، يعني اتمنى ان احنا نختم في المربع الذهبي ومنه ان شاء الله للتواجد في البطولات الافريقيه وفي المعطف الافريقي ان شاء الله. فكره الاستمرار في النقطه دي يا استاذ محمد محتاجه استقرار فني، هل هيتم التجديد لكابتن علي ماهر؟ اكيد، يعني زي ما انت بتقول يمكن احنا الحمد لله من اسباب النتائج ومن اسباب وجودنا في الحته اللي انت بتتكلم فيها، وجودنا كل سنه في النادي الذهبي هو الحفاظ على الاجهزه الفنيه والدعم الكامل اللي بيلقاه الاجهزه اللي بتلقاه الاجهزه الفنيه من قبل مجلس الاداره كابتن محمد. الحمد لله يمكن سواء كابتن علي، كابتن ايهاب جلال قبليه، كابتن حسام حسن قبليه، الحمد لله كل الاجهزه لقت دعم كامل وكان في مساحه كامله، مساحه فنيه داخل الملعب وخارج الملعب للاجهزه الفنيه، والحفاظ على الاجهزه الفنيه ده اعتقد ان دي تحفه لمجلس الاداره، ودي سبب نجاحات كثيره جدا جدا داخل النادي المصري كابتن محمد. طيب برضه احنا بنتكلم على اللعيبه، هل اللعيبه اللي متواجده في النادي المصري، يعني الكلام على كريم علائي ورحيله لنادي الزمالك، صحه المعلومه؟ والله بص انا عاوز اقول لك على حاجه، كل الكلام حتى الان هو كلام وكلاء، ما فيش حاجه رسميه على المستوى الرسمي، لا هو في اكيد في كلام، وانت عارف ان احنا دلوقتي يعني الموسم انتهى، اكيد الموسم انتهى، انت عارف سوق اللعيبه ووكلاء اللعيبه والكلام ده يعتبر سوق مفتوح للجميع، والكلام بيتفتح مع الوكيل فلان ووكيل فلان ووكيل فلان، الكلام ده كل يوم هتلاقيه، خلي بالك يعني مش على كريم العلاء بس، كل لعيبه النادي المصري وكل لعيبه مصر هتلاقي فيه كلام كل يوم، اللعيب الفلاني بتفاوض او المجلس الفلاني او لجنه التعاقدات الفلانيه بتتفاوض مثلا مع نادي الزمالك، مع نادي الاهلي، مع نادي ايا كان كل الكلام ده هتسمعه كل يوم. لكن انا دايما ما بعترفش الا بالنواحي الرسميه، وما اعترفش الا بالاتجاه الرسمي، ان مجلس اداره بيكلم مجلس اداره في لعيب معين او بيبعت فاكس في لعيب معين. من هنا اقدر انا اقول لك وانت بتسالني على الهواء، في كلام مثلا على كريم العلاء في الزمالك، لكن هو في الاخر كله في الاخر خالص لسه شفاهي، لسه شفاهي. طب بالنسبه للعروض الرسميه، هل في عروض رسميه لكريم؟ لا، حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها لا، يعني حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها مفيش عروض رسميه حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها. تمام. طيب بالنسبه لعمر كمال عبد الواحد، هل يتم التجديد ليه ولا الامور بالنسبه له خلاص هو حسم امره بالرحيل؟
لا هو لا بصراحه الموضوع مفتوح بمنتهى الامانه، الموضوع مفتوح مع الكابتن عمر كمان، واحنا نتمنى ان احنا يعني ان هو يبقى موجود معانا يعني 3 4 سنين كمان. لعيب على المستوى الشخصي انا بقول لك لعيب حاجه محترمه جدا جدا جدا. نتمنى ان هو يوافق على عرض النادي المصري ويوافق على شروط النادي المصري، واعتقد ان يعني ان هو في طريقه للحته ديت. يعني عمر كمال عبد الواحد بيربطه بالنادي المصري علاقه قويه جدا، بعيدا عن يعني عن العلاقه بمجلس الاداره او العلاقه بالكابتن علي ماهر والكلام ده كله، لكن هو اللاعب نفسه حابب يكمل في النادي المصري. يعني في جلسه موجوده مع عمر ما لا يتم في جلسه؟ يعني انت عارف بمنتهى الامانه يمكن احنا يعني قعدنا مع كابتن يعني عمر كمال عبد الواحد واتفقنا على كل حاجه، بس الراجل يعني احتراما لوالده هو مستني يرجع من الاولمبياد. ايوه بالظبط كده، يعود من طوكيو ان شاء الله، يمكن يعود النهارده ان شاء الله، النهارده ان شاء الله. ان شاء الله بالسلامه. هيبقى في جلسه ان شاء الله مع والد الكابتن كمال عبد الواحد، عمر كمال عبد الواحد، وان شاء الله منها ان شاء الله نتمنى ان شاء الله تجديد عمر كمال عبد الواحد للنادي. طب الجلسه لعلي ماهر امتى طيب؟ لا علي ما خلاص، احنا اتفقنا على كل حاجه وكابتن علي اتفقنا على كل حاجه، ويمكن خلال الاسبوع الجاي دوت ان شاء الله نقعد ونجدد عقد الكابتن علي ماهر. طيب عايزين نطمن على بقى على استاد بورسعيد، يعني الخطوات راحت لغايه فين ووصلت لغايه فين الاستاد؟ في خلال ايام في خلال ايام بسيطه جدا جدا هيبقى نبدا ان شاء الله، او الشركه المنفذه الشركه المحترمه شركه وادي النيل الشركه المصريه الشركه الوطنيه هتقوم ان شاء الله بالخطوات الفعليه والخطوات على ارض الواقع ان شاء الله في حلم جماهير النادي المصري، حلم بورسعيد في بناء استاد النادي المصري في مكانه الحالي ان شاء الله. وبنوعد الناس ان شاء الله هيبقى صالح يليق باسم النادي المصري ويليق ببورسعيد ويليق بجماهير النادي المصري. طيب سؤالي الاخير، طبعا كل التوفيق ونشوف استاد بورسعيد مره اخرى بشكل بقى يعني كما تصورنا وكما يعني كان اخبار بتقول عنه ان هو ان شاء الله هيبقى تحفه معماريه من خلال طبعا الاستاد الكبير. خليني بس اتكلم على سعيد سامبريو وايزي اميكا، اخر الاخبار وهل الازمه بتاعتهم بتتحل ولا ما اتحلتش، والامور رايحه فين بالنسبه لهم؟ يمكن بالنسبه لسعيده يعني هو يعني لاعب يعني كتير مشاكل بمنتهى الامانه، مش اول مره يعمل المشكله دي، يعني مش اول مره يبقى عنده مشكله مع النادي المصري. هو على طول حتى لما كان في الداخليه يعني هو اعتاد المشاكل واعتاد الازمات مع الانديه اللي هو بيلعب فيها. ما عندناش مشكله خالص، احنا في الاخر لينا الاتحاد الدولي وهنلجا للاتحاد الدولي عشان نحصل على حقنا الكامل في سعيد سامبريو. وراجل انا باكد لك ان الراجل حاصل على عقده وحاصل على اكثر من 80% من عقده، وانا باكد النقطه ديت على الهواء، حاصل على اكثر من 80% من عقده، واحنا لسه الموسم ما خلصش يعني. لسه الموسم ما خلصش. بالنسبه لايزي، ويمكن ايزي كان في اجازه، ويمكن وصل يوم الجمعه، وصل الجمعه، وان شاء الله في بكره يعني قاعده تجمعنا مع اللاعب ان شاء الله لو في اي سوء تفاهم. الموضوع مع ايزي اعتقد الموضوع مع ايزي ما فيش فيه مشاكل خالص، تمام. ايزي امريكا الموضوع سهل، ما فيش مشكله خالص. هو كان بيتكلم يعني هو حاجه مش انا بقول لك على الهواء، يعني بيتكلم في حاجه مش من حقه، ولكن احنا كمجلس اداره احنا الولد ليه عند النادي المصري، الولد ادى كتير للنادي المصري. يمكن هو كان في مشكله بينه وبين الكابتن نادر السيد في اتحاد الكوره، وكان يمكن اتحكم بالكابتن نادر السيد بمبلغ معين في اتحاد الكوره، وبالفعل احنا قمنا بسداد المبلغ دوت. اللاعب بيطالب ان هو المبلغ ما يتخصمش من فلوسه والكلام ده كله، يعني خلاصه الموضوع ان مفيش يعني مشكله مع ايزي، والموضوع مع ايزي ان شاء الله بكره ان شاء الله كل التوفيق ليكم. استاذ محمد، نادي المصري البورسعيدي طبعا من الانديه العريقه، ومن خلال طبعا المركز اللي هم فيه في الوقت الحالي ده حاجه زي ما بقول لكم بيسعد الجمهور المصري البورسعيدي بشكل كبير. خلينا بشكر طبعا استاذ محمد خولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي. هطلع لفاصل وهرجع اكمل الاخبار المتبقيه بالنسبه للبريمو النهارده. كمل اخباري مع حضراتكم، خلينا اخبار خاصه طبعا والانديه المصريه النهارده واستعدادها لعوده الدوري مره اخرى. الاسماعيلي عنده بيراميدز يوم الاربعاء القادم في بدايه طبعا العوده مره اخرى للبطوله،
ولكن النهارده كان في مباراه استعدادا لهذا اللقاء في الدوري الممتاز امام فريق الطائي السعودي، وبيفوز نادي الاسماعيلي النهارده 2-0، هدف لفخر الدين بن يوسف وايضا لشيلونجو، اثنين فراوده المميزين لفريق الاسماعيلي في الفتره السابقه. طبعا المباريات الوديه مباريات مهمه جدا، واستعداد بيبقى مهم جدا، واختلاف في اداء الاسماعيلي سواء بقى في المباريات الوديه او حتى الرسميه، بنشوف شيلونجو بيبقى وضع مختلف مع كابتن ايهاب جلال، بنشوف فخر الدين بن يوسف ايضا بيتالق مع الاسماعيلي في الفتره السابقه. فاركو طبعا نادي فاركو الوافد الجديد للدوري الممتاز بيجدد تعاقده او بيجدد عقد كابتن مجدي عبد العاطي من خلال طبعا تواجده ونجاحه في الصعود للدوري الممتاز. عايز اقول لكم ان فاركو الحقيقه واضع او خطه في التواجد الموسم القادم بقوه في الدوري الممتاز من خلال طبعا المدير الفني كابتن مجدي عبد العاطي والجهاز المعاون ليه، لو بنتكلم على كابتن عاطف حنفي مديرا للكره، ثم كابتن محمد ثابت صاروخ طبعا لاعب النادي الاهلي السابق وام بي السابق، وايضا كابتن عمرو فهيم لاعب ام بي والزمالك السابق، كابتن احمد خطاب المدرب المساعد، وكابتن احمد حيدر مخطط الاحمال، كابتن عصام محمود مدرب حراس المرمى، بالاضافه الى خطتهم في استخدام مجموعه من اللاعبين المميزين، وان هم حاطين يعني زي ما بنقول ميزانيه حلوه كده لاستخدام لاعبين والصفقات الخاصه بيهم. وان كان طبعا كلام كتير قوي او كلام ممكن يكون مش صح في فكره الوضع ميزانيه كبيره قوي، لا هي مش ميزانيه، ميزانيه عاديه، ولكن طبعا انتقاء اللاعبين هو الاهم وليس الماده اللي ممكن تدفع فيها فلوس لعيبه كتير دون تحقيق هدف يكون مميز ولعيبه ممكن تفيدك في الملعب. اعتقد فاركو حاطط هذه الجزئيه، وانا بقول لكم في صفقات، اربع صفقات مميزه جدا لنادي فاركو، ده من خلال التصريحات الخاصه لكابتن عاطف حنفي. واحنا بنتكلم على الانديه الاخرى، سموحه سادس الدوري في الوقت الحالي، كابتن احمد سامي واداؤه المميز مع فريق سموحه بيتكلم على النواقص اللي عنده والامور اللي ممكن تكون عنده مقرقاه هو خط دفاع نادي سموحه، والامور بتتعالج في الفتره اللي فاتت من خلال التوقف ده بشيء جيد. كابتن احمد سامي من المدربين المميزين، المدربين الفنيين الهنيين اللي بيعرفوا يشتغلوا، بيعرفوا ايه الاخطاء اللي عنده، بيعرف يطورها بشكل كبير، وبالتالي كانت فرصه التوقف اللي فات ده في علاج خط دفاع من خلال نادي سموحه، ومن خلال طبعا التوقف ده اعتقد ان بعض الامور اتصلحت، هنشوف نادي سموحه في الفتره القادمه اعتقد هيكون في اختلاف. بنتكلم على النجوم المصريين المحترفين في الخارج، طبعا نجمنا محمد صلاح اللي ليفربول بيسعى للتعاقد وتمديد عقده في الفتره القادمه، بالاضافه الى ست لاعبين منهم طبعا اندي روبرتسون والبرازيلي فابينو واليس بيكر وجوردن هندرسون نجوم الفريق، بالاضافه طبعا لفان دايك طبعا واحد من اللاعبين المهمين في فريق ليفربول. دول طبعا نادي ليفربول بيحاول طبعا يجدد عقدهم في نادي ليفربول. خليني اروح للاستاذ علاء وحيد المتحدث الرسمي نادي الاسماعيلي، وبقاله فتره الصراحه يعني ما كانش موجود معانا، وبنسعد دايما بتواجده معانا في الفتره القادمه والمباراه القادمه الصعبه في الدوري الممتاز الاسماعيلي والبيراميدز، اكيد مباراه هتبقى طابع خاص للقاء، وطبعا بناء على قوه الاسماعيلي اللي بقت موجوده، وبناء طبعا على قوه نادي بيراميدز اللي حتى الان طبعا في المركز الرابع في الدوري الممتاز. استاذ علاء تحياتي لحضرتك. مساء الخير كابتن محمد، ومنور دايما، وانت اللي وحشني جدا يعني، واهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين. يعني لازم بقى وانت موجود معانا، قبل كده كنا بنكلمك في الوقت الصعب، دلوقتي الوقت بقى جميل بالنسبه لنادي الاسماعيلي، ونقول لك طمنا بقى الفتره القادمه كابتن ايهاب جلال والاستعداد للماتش اللي جاي امام بيراميدز. بشكرك جدا. هو النهارده كان الاسماعيلي كان الاول كان عمل معسكر في الاسكندريه، ولعب من خلال المعسكر مباراتين، مباراه مع ابها السعودي ومع كفر الدوار، وفاز في الاثنين. النهارده رجع من المعسكر بالامس، والنهارده كان في لقاء ودي مع الطائي السعودي اللي بيعسكر هنا في الاسماعيليه. الاسماعيلي فاز بهدفين لفخر الدين بن يوسف وشيلونجو. المعسكر يعني الاسماعيلي استفاد منه جدا. عايز اقول لك ان المعسكر ركز جدا على استيعاب الفكر الفني للجهاز الفني لنادي الاسماعيلي، كابتن ايهاب جلال،
رفع معدلات اللياقه الاستعداد الجيد لمباراه بيراميدز. هي تأجلت يومين، كان من المفترض انها تقام النهارده لكن اتحاد الكره اجلها اليوم الاربعاء، وبالتالي اصبح الاسماعيلي هيلعب باذن الله 7 مباريات في 19 يوم. يعني هيبقى رقم اعجازي تاني وبالضغط كبير. ربنا ينجي بس لعبتنا، مش الاسماعيلي بس، كل انديه الدوري كل الانديه في نفس الوقت طبعا. ان تولي المباراه دي يعني الفرق ما حدش خد راحه. يعني انت عارف حضرتك لسه بتتكلم حضرتك على محمد صلاح وعن الدوريات، الواحد بيبص الدوريات اللي تم تحديد انطلاقها يوم 16 اغسطس والدوري الانجليزي يوم كذا، كل حاجه معروفه مواعيدها، احنا اللحظه دي مش عارفين هنخلص امتى. وبعدين موسم ممتد، موسم طويل جدا، الله يكون في عون كل اللعيبه اللي شاركوا في 27 يا استاذ علاء، مش الجدول برضه انت هتخلصه 26 27؟ هو ده اخر مباراه للاسماعيلي يوم 27، بعد كده في معسكر للمنتخب، ولكن 27 اغسطس يعتبر ميعاد طويل جدا. طب انت هتبدا الموسم الجديد امتى؟ اللعيبه دي هتاخد راحه امتى؟ اللعيبه الاجانب المحترفين معاك اللي الدوري بدا في كل الدنيا وهم موجودين وملتزمين انهم يكملوا مع نهايه الموسم، في مشاكل كتير هتحصل لانديه كتير بسبب بعض اللاعبين المحترفين. المهم ان الدوري امتد قوي وطال قوي، وكل الانديه يعني اتضرت، مش نادي واحد ولا خلي بالك يا زعلاء وانت بكني كده، كان هتبقى ايه الموقف لو كان المنتخب الاولمبي كان طول كمان؟ يعني انا كنت اتمنى انه يطول، ولكن لكن اللي انا مستغربه انه يتحط جدول بناء على الدور الاول وبعد كده لما المنتخب وصل يتحط جدول تاني وبعد كده. طب دي الحاجات دي ما اتحسمتش من الاول ليه؟ ما كان الكل يلعب من غير لعيبته في المنتخب الاولمبي والدوري يستمر، ماتشات المؤجله والماتشات يعني بص من النهايه لا دوري صعب جدا. الله يكون في عون كل الفرق وكل المديرين الفنيين وكل اللاعبين. ولكن ارجع للاسماعيلي، اقدر اقول لك الكابتن ايهاب جلال عمل شغل رائع، شغل يعني خلى الاسماعيلي انتشله من مكان وخلاه في مكان برضه مش طبيعي لينا. يعني احنا برضه ما زلنا بنبحث ان احنا ننهي الدوري في المربع الذهبي، وده حقنا في الطموح. وفي نفس الوقت امكانيات الاسماعيلي الفنيه من خلال جهاز فني قدير واللاعبين والاداريه تسمح ان الاسماعيلي مش بعيد كمان يا استاذ علاء، انت 35 البيراميدز 41، يعني الامور مظبوط. وبعدين يعني احنا عندنا 4 مباريات ناريه، بيراميدز، الاهلي، الزمالك، انبي، يعني الاربعه ورا بعض ان شاء الله نخرج منهم باحسن نتائج. والنتائج والاحسن نتائج بالنسبه لنا دلوقتي بقت الفوز، وخاصه ان باحصاء بسيط الاسماعيلي هو اكثر فرق حصدا للنقاط في الدور الثاني او فقدانا للنقاط هو اقل فريق. فبالتالي يعني الاسماعيلي بيقدم مردود قوي جدا، وماتش بيراميدز هيبقى ممتع على فكره، وهنشوف مباراه رائعه حقيقة. اتمنى طبعا الفوز للاسماعيلي، ولكن هنستمتع بيها. وباكد لحضرتك ده ان الاسماعيلي الحمد لله فخر الدين بن يوسف كان فيه مشكله في العوده والتاشيره والاقامه، الحمد لله رجع ولعب النهارده واحرز هدف. شيلونجو كان فيه كلام كتير طلع انه مش عارف مصاب، لكن الحمد لله بخير وسليم، والنهارده لعب واحرز هدف في المباراه الوديه. فنأمل خير وان شاء الله الاسماعيلي يقدم يعني يمتع الناس بكوره جميله في الفتره الجايه ان شاء الله. الصفقات الجديده يعني هل تم الامور مناقشه الامور دي الخاصه بالفتره؟ يعني انت خلاص بتقترب برضه، انت بتستعد ممكن الامور تلاقيها لازقه في بعض، يعني الدوري يخلص معسكر المنتخب وماتش طبعا ماتشين للمنتخب الوطني والامور بعد كده الدوري يرجع، فلازم يتم حسم بعض الصفقات بالنسبه لنادي الاسماعيلي. انا معاك انا معاك، واللجنه الفنيه شغاله، ولكن خليني اخد من تصريح كابتن عماد سليمان مشرف الفريق وعضو اللجنه الفنيه لما قال ان كابتن ايهاب جلال ما طلبش مين اللي يتم الاستغناء عنه او مين يجي، هو مركز جدا في المباريات ديت، ولكن في تقرير فني كابتن ايهاب هيعمله. انا واحد من الناس اتمنى استمراريه الجهاز الفني، اتمنى العمل من دلوقتي من اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها في تنفيذ طلبات كابتن ايهاب في استحضار مين يجي، حته مين يمشي لم يتم تحديد اي اسم. ان هما نفس التصريح قالوا كابتن ايهاب جلال ان لسه عندي 7 مباريات وبالتالي محتاج كل لاعب، فكابتن ايهاب ما حددش عشان ما يعملش يعني مهزه في الفريق. ولكن في النهايه ارجع اقول الناس تطمن، في لجنه فنيه قديره، في مجلس اداره متعاون مع اللجنه الفنيه، في جهاز فني قدير، اكيد مصلحه الفريق هم عارفينها كويس جدا، ولكن هم تركزهم في الفتره دي على المباريات الصعبه، ولكن في خلال هذا الاسبوع او الاسبوع اللي بعديه باذن الله هتبان امور كثيره جدا ايجابيه لصالح النادي الاسماعيلي. استاذ علاء انا بشكرك ونتمنى نشوف مباراه جيده للاسماعيلي وبيراميدز في المباراه القادمه يوم الاربعاء، وده اللي بنتوقعه من خلال طبعا قوه نادي الاسماعيلي وايضا قوه نادي بيراميدز المتواجد دلوقتي في المربع الذهبي. هطلع لفاصل واستقبل طبعا
نجومنا النهارده، ويعني اكيد هنستمتع من خلال تواجدهم، خلال رايهم الصائب دائما والامور الخاصه بالنقد الرياضي المميز ويعني زي ما بنقول الهادف، خلال تواجد استاذ اسامه السويسي وايضا استاذ رجائي فتحي. بعد الفاصل معانا ان شاء الله. نكمل مع حضراتكم، معايا اتنين من النقاد الرياضيين يعني العزاز على قلبي انا شخصيا، عشرة عمر. هم يعني قعدوا فترة برا مصر، لكن تواجدهم النهاردة في مصر فرصة كبيرة ليا انا، وفرصة طبعا لتواجدهم ان احنا نشوف يعني نقد محترم امور ممكن تكون في فترة من الفترات ما كانوا متواجدين بيغطوا الكرة المصرية وهم في مصر كانت الامور طبعا مختلفة، السوشيال ميديا وامور كتير اختلفت في الاعلام الرياضي، لكن سعيد جدا بتواجدهم معايا النهارده. اتنين اخواتي، اتنين كانوا عاصروني واحنا بنلعب، وعاصروا جيل جميل جدا في بدايه الالفينات واواخر التسعينات، وبالتالي طبعا من خلال الصحافه الورقيه ومن خلال تواجدهم في الوقت ده اكيد عاصروا نجوم كتير، اكيد ذكريات كتير هنتكلم فيها، بالاضافه طبعا للمنتخب الاولمبي هنتكلم عليه، بالاضافه الى امور خاصه بالاولمبيات والنجوم اللي كانوا متواجدين في الاولمبيات في الالعاب الفرديه. عندنا منتخب مصر طبعا واستعداده لتصفيات كاس العالم، عوده الدوري مره اخرى من خلال تواجدهم استاذ رجائي فتحي طبعا اللي برحب بيه، واحد من نجوم الاعلام الرياضي الصحافه الرياضيه، برحب بيك استاذ رجائي. اهلا بيك كابتن محمد وكل الساده المشاهدين الافاضل. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك ان شاء الله الدنيا كلها. نورنا بقى في مصر على طول. ان شاء الله تنور دايما. ايضا واحد من النجوم والنقاد الرياضيين المميزين اللي بسعد بيهم وعزيز على قلبي جدا، استاذ اسامه السويسي، وهو صديق ليا والاستاذ رجاء، يعني احنا الثلاثه كده يعني بنسعد دايما بصداقتنا ببعض. استاذ اسامه برحب بيك. اهلا بيك كابتن محمد، والله زمان والله زمان والله زمان. انت بص انا لولا بس ان الصور كده كانت ما طلعتش زي ما انا عايز كنا ورينا الجمهور شويه صور حلوه. مش ليا بس، انتوا ليكوا لقاءات مع نجوم كثيره، سواء بقى كابتن وليد صلاح الدين، كابتن وائل جمعه، فاول ما ابتدوا حياتهم، ودي في حد ذاتها تبقى دايما حاجات ذكريات جميله. كلمني عليها يا استاذ رجاء. حتى ضيوفك في الاستوديو يعني رضا وشادي ومحمود ابو الدهب ابراهيم سعيد ما انا بقول انت عاصرته جيل برضه، وجيل كان جيل ذهبي للنادي الاهلي. جيل ذهبي كان لمنتخب مصر للكره المصريه بصفه عامه، منتخب اولمبي، منتخب اول، النادي الاهلي، بطوله افريقيا، السوبر، عوده كانت قويه للنادي الاهلي في البطولات الافريقيه. صحيح. حقبه مانويل جوزيه وانجازات كبيره للكره المصريه مع النادي الاهلي. جيلك انت كابتن محمد ومجموعه اللاعبين اللي كانوا متواجدين، خالد بيبو، علي ماهر، رضا شحاته، شادي محمد، وائل جمعه، هادي خشبه طبعا، سيد عبد الحفيظ، بعد كده في جهه ابو تريكه، وجيل كان كبير. سافرتوا انت تسافرتوا مع بعض يا ورا بعض؟ رجائي سافر 2003 2003 وراه بسنه. مايو 2004 بالظبط. هسالكم سؤال، يمكن طبعا اميز اللقاءات اللي ممكن انتوا بتعملوها دايما مع بعض. انا اتذكر ندوه يعتبر كان ميدان الرياضه، انا اتذكر في الوقت ده وعايز اقول لكم ان يعني اسامه ورجائي يعني دايما كان ليهم مع النجوم دايما بيطلعوا عليهم الالقاب، يعني مش فتى الطائر، مش عارف ايه، حاجات كده كانوا سواء لواء الجمعه كده، صخره، السد العالي، رائد فضاء الكره المصريه حبيبي. الالقاب دي مهمه للنجوم من وجهه نظرك يا اسامه، من وجهه نظرك يا رجائي، فكره انك بتدي لقب واللقب ده بيفضل مستمر معاه. هو بمثابه عارف يعني بمثابه اعطاء الحق لصاحبه، يعني انت ما يكون عندك نجم زي مثلا هادي خشبه انا كنت دايما بقول عليه الدينامو، لانه لاعب طول الوقت في الملعب يحس بيه المدرب، يحس بيه الجمهور الفاهم، دايما بيبذل جهد كبير. واحد زي محمد فاروق كان من اللاعبين المميزين جدا في ضربات الراس، عشان كده يمكن اسامه ليه سبق في اطلاق لقب رائد فضاء الكره المصريه على محمد فاروق، لان وغيره يعني خالد بيبو واحد كان من اهم الموهوبين في الكره المصريه. وائل جمعه كان صخره دفاعيه قويه جدا، الحضر، السد العالي. ليه؟ لان مجموعه اللاعبين دي فعلا كان المحرك الاساسي ليها كان الاعلام، يعني الاعلام كان بيديها حافز كبير. بس الاعلام بقى مختلف دلوقتي يا رجل. لا دلوقتي الوضع اختلف في كل حاجه، مش في الاعلام بس. يعني حتى انت نفسك، لاعب الكره زمان كان بيلعب كوره،
يعني كان دلوقتي في ماديات، في حاجات كتيرة أو اختلفت، في سوشيال ميديا، في إعلام بديل، في حاجات كتيرة غيرت وجهة نظر حتى اللاعبين في الكرة، حتى الاحتراف، حاجات كتير قوي. المباريات وإذاعتها، الجمهور المتواجد خارج حتى أسوار الملاعب، كل شيء اختلف. طيب في النقطة دي يا سامة، هل اختيارك أنت مين اللي اديته اسم لسه متذكره لغايه دلوقتي او لقب؟ لا كل الالقاب الحمد لله، يعني قطار مصر السريع قطار ريان، سد العالي الحضري بتاعتي وموثقه في كتاب البارون دي خشبه الهادي، انت رائد فضاء الكره المصريه، يعني حاجات كتير، حتى محمد عماره، حتى ابراهيم سعيد البركان الغضب السائر، فكانت في بعض الحاجات. لكن هو زي ما انت قلت الاعلام اتغير، والاعلام اتغير علشان كده اهلاويه كتير مستغربين ان انا ازاي هطلع معاك. اهلاويه يقول لك ازاي انت تطلع في برنامج بيهاجم الاهلي؟ قلت لهم طيب معلش هنتكلم بنوع من المنطقية. محمد فاروق الراجل بيأدي دوره الاحترافي، بيأدي دوره الاحترافي كمذيع محترف. تمام. المذيع المحترف بيدي مساحة للناس تتكلم، ما بيقطعهمش، بيتكلم على أساس أنه راجل محترف. لا، الناس عايزة أن محمد فاروق كابتن الأهلي وابن الأهلي ويقطع الناس وكذا. ده دور الضيف. صحيح. دور الضيف هو اللي يتكلم. فمن هنا الناس لازم تستوعب ان احنا في مرحلة انتقالية مهمة. مرحلة انتقالية مهمة، احنا دلوقتي محتاجين ان كل الناس تبص لمصلحة البلد، تبص لمصلحة مصر. صحيح. كل واحد يلتزم يتكلم عن نادي بشكل معين، متكلمش على اي حاجة تاني غير نادي. صحيح. علشان المركب تمشي، احنا في عجلة انتاج شايفها في البلد. انا بصراحة من ساعة ما جيت شايف حاجات بتحصل في البلد غير طبيعية. أنا بمشي في القاهرة ببقى حاسس بالفرحة والفخر، بمشي في الشوارع اللي والمشاريع اللي بتتعمل في المدن الجديدة بحس بالفرحة والفخر إن كلام مصر بتتنقل نقلة غير طبيعية على مستويات كلها. لازم كلها ينتهي بقى موضوع التعصب ده، نفتح صفحة جديدة نتكلم كلنا في مصلحة مصر وبس. صحيح. بحقيقة أسامة على الموضوع ده، خليني أخد سريعا بس لأن عندي بعض الأمور خاصة ببعض اللاعبين اللي لسه الأمور شائكة، هل هيروحوا أندية تانية؟ الأمور ماشية إزاي؟ هروح لوكيل اللاعبين سيد مرعي ويقول لي الأمور الخاصة به انتقالات اللاعبين في التوقيت الحالي، سواء بقى للأندية الكبيرة أو حتى للأندية مع بعضها. سيد تحياتي ليك يا سيد. لك الروق، عامل إيه يا كابتن؟ بركة إيه، طمنا عليه. الحمد لله سيد. الحمد لله. أنا أول واحد أنت كنت وكيله. سيد طيب. بس كده. قول لي ايه الاخبار؟ اول واحد اشتغلت معاك في المجال كنت وكيلك وليا الشرف. اديتك الزقه اهو عشان تكمل. كان ليا الشرف وكنت وكيلك وكنت ساعتها من هدافين الدوري. ويعني بصراحه كل الاحترام وكل الشياكه في التعامل مع الوكيل وكل وسماع ان انت بتسمع للوكيل بس وبتاخد رايه وتستشير برغم ان انت ما شاء الله يعني مش محتاج حد حبيبي يفكر طبعا لك. معايا في الاستوديو استاذ رجائي فتحي، استاذ اسامه السويسي، النقاد الرياضيين مميزين جدا لو تتذكر. طبعا انت على فكره سيد انتوا فاكرينه كان لاعب في نادي الزمالك قديم وكان لاعب جامد يعني، واخوه مصطفى مرعي من اللاعبين برضو المميزين. بيرحبوا بيك يا سيد. بسلامي ليهم، دي ناس جميله ومحترمه. ناس تسلم. جميله ومحترمه. تسلم يا كابتن. طيب من خلال تواجدك معايا سيد، يعني بالنسبه لبعض اللاعبين زي كريم العراقي، الامور اللي او اللاعبين اللي انت وكيلهم، تطورات الامور الخاصه بالمفاوضات مع انديه اخرى. والله يا كابتن بالنسبه لكريم العراقي، في كان هو قبل ما اكيد انت عندك معلومه عن المفاوضات الحمد لله بتاعت نادي الزمالك. قبل مفاوضات نادي الزمالك كان في عرض كده من تركيا للنادي المصري قبل موضوع مفاوضات الزمالك، بس هو الولد حابب انه يروح نادي الزمالك. وفي حصل مفاوضات بين النادي المصري ونادي الزمالك فيها شيء من الجديه، وان شاء الله لما يوصلوا لتفاصيل مباشره بانهاء التفاوض يتم التفاوض. وخلي بالك كابتن، ده كان نوع من انواع يعني كريم العراقي من احسن باكات رايت اللي موجوده في مصر. بقى له فتره في منتخب مصر، عنده 24 سنه. طيب المشكله بتاعته انه ممكن يروح، وخلي بالك راح قبل البطوله دي، خلي بالك انضم للمنتخب باسبوع. الناس اللي ما تعرفوش ان هو قبل ما يبقى سليم مليون المية قبلها كان عنده شد في الخلفيه من الدرجه الاولى، ومع ذلك الولد ده ما بيحبش يتكلم ولا بيحبش
لان هو كان سليم 100%. خلي بالك كان سليم 100% في البطوله، لكن قبلها انضم مؤخرا، زائد انه بيلعب اربعه في المصري، بيلعب بثلاثة فلات في المنتخب، الامور مختلفه يعني، وراح المنتخب متاخر. فدي حاجات دي كلها ممكن تكون اثرت شويه على التركيز. مين يا سيد تاني اللي ممكن تكون يعني انت، انا شايف ان انت الى حد ما الامور بالنسبه لك دايما تعاقداتك او بعض اللاعبين بيروحوا على نادي الزمالك، مين تاني ممكن يكون من خلال ان انت وكيله بينتقل الى نادي الزمالك او في كلام عليه من نادي الزمالك؟ بص يا كابتن، هي في النقطه دي انا الموضوع ده حساس جدا بالنسبه لي طبعا. يعني انا عارف ان حسام حسن، يعني حسام حسن لا لا، هقول لك هقول لك كابتن، انا ما بخبيش حاجه وبحب احنا مش في عصر مظلم يعني. لا، هو في مفاوضات مع حسام حسن، بس الملف ده كله مع الباشمهندس فرج عامر والكابتن فاروق جعفر، هم اللي متولينه. فانا غير مصرح ليه ان انا اتكلم في الموضوع يخص الموضوع حسام حسن. في اقتراب يعني، في اقتراب يا سيد للانتقال حسام حسن بشكل كبير لنادي الزمالك يعني؟ في اوكي، اتفقوا على كل حاجه ولا لسه الامور لسه في مفاوضات؟ لا لسه الامور رايحه جايه كده كابتن فاروق. تمام، طبقا للظروف بتاعت نادي الزمالك وطبقا للطلبات الباشمهندس فرج والكلام ده. تمام، مين تاني يا بوسيه؟ برضه انت لو عايز تسال عن بعض المفاوضات، خلي بالك انا عايز اكلمك في نقطه جزئيه من خلالك، لان اتفضل تقريبا استاذ صاحبي، بس انا اسف دخلت متاخر. نادي الاهلي يا كابتن، من ساعه، انا اسف هخش قضيه شائكه، من ساعه موضوع عبد الله السعيد وموضوع فتحي انا مفيش مشاكل خالص خالص ان انا اتعامل مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيتعامل المفروض باحترافيه. لكن مش معنى ان انا لعبت في نادي الزمالك او ان انا لعبت في نادي الزمالك ملهاش دعوه خالص يا سيد، ملهاش دعوه. يعني فانا من هنا بحترم كل النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي، وانا شرف ليا ان انا اتعامل امام الدكتور. تمام يا سيد، انا بشكرك يا سيد. طبعا كابتن سيد مرعي طبعا واحد من الوكلاء المميزين في الفتره اللي فاتت. بس خليني بقى واحنا ارجع للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، لان انا فكره تواجدكم معايا بترجعني شويه لحاجات حلوه بامانه يعني. جميلة. اصعب النجوم اللي انتوا عملتوا معاهم لقاءات او الندوه اللي انتوا كنتوا متميزين فيها الصراحه يعني، اسامه واستاذ رجاي، كان كل الناس عارفين يا جماعه الموضوع، الصحفيين زمان الى حد ما كانت اصدقاء، وبالتالي كان اللعيب بيطلع كل حاجه عنده، وان كانت ضده عمرهم بصراحه ما كانوا، مش اسامه بس، كان الوقت ده طبعا كان مجموعه من الصحفيين المميزين يعني. اتفضل يا رجاء، اتفضل، انتوا الاثنين واحد يعني. انا بالنسبه لي كان اصعب اللقاءات لما بعمل حوار مع هادي خشبه. اشمعنى يعني بقى؟ هادي خشبه نادرا ما يتحدث، هادي يعني نادرا ما يتحدث، اجابات مختصره، ولما يتكلم هادي خشبه تحس ان انت قاعد مع يعني انسان فاهم الدنيا بمنظور مختلف عن اي حد، لا يحسسك ان هو نجم ولا يتكلم باسلوب النجوم وانا عملت وانا كذا او كذا، لا يعني. لدرجه ان انا سالت هادي سؤال مره، كان في الوقت ده هادي متخصص تسديد ضربات الجزاء في الاهلي، وكان دايما بيهدف يعني، كان نسبته واجابته وضربات الجزاء عاليه جدا. سالته مره بقول له يا كابتن هادي، لما بتسجل الجول ما بتحتفلش ليه يعني؟ بتبقى قال لي في الوقت اللي انا فرحان فيه زميلي في الفريق التاني زعلان علشان خسران. جميل. فانت عشان تطلع عنوان تطلع عنوان من هادي خشبه تحتاج جهد كبير جدا انك انت تعمل معاه لقاء. في بعض اللاعبين مثلا تقدر تعمل معهم لقاءات تبقى جميله جدا ومقروءه بشكل كبير ويديك عنوان كويس، زي ابراهيم سعيد، زي عصام الحضري، زي محمد فاروق، زي علي ماهر في الوقت ده اللي انا بحكي لك عليه، زي خالد بيبو. في بعض اللاعبين عندهم كاريزما الحديث حتى للاعلام، زي شادي محمد، يقدر هو تقدر انت بخبرتك تقدر تطلع منه عنوان، تطلع منه منشط كويس الناس تقدر تقراه، حاجات كان دايما جمهور الاهلي حتى بيرددها في الملعب في المدرجات لما بيبقى موجود، كان دايما مرتبط بالاعلام، وزي ما قال اسامه الالقاب اللي بتطلقها اللاعبين، نفس الكلام في الحوارات. في بعض اللاعبين ما كانش يحب حوارات خالص، يعني صعوبه ان انت تعمل حوار مع لاعب فيهم، هو بطبيعته كده، زي كابتن حسام وابراهيم حسن، كان من النادر قوي ان انت تقدر تعمل حوار معهم. هم لا، كان مع رجائي، لكن معايا انا لا. لا والله. معايا انا لا. ولا كان مع رجائي. فكره انك لعيب تطلع منه حاجات ممكن ما هو شخصيا ما توقعش ان هو يتكلم فيها، دي كانت موجوده صحيح ليه؟ كانت لان زي ما انت قلت في الاول انه كانت العلاقه علاقه صداقه. فعلاقة الصداقة بتحتم عليا ان انا ما اذيش محمد عشان اعمل سابق صحفي، تمام، او اذي فلان الفلان. بس الميزة بقى في الوقت اللي احنا كنا فيه ده ان ما كانش في حاجة اسمها تعصب، بمعنى
ان انا معروف ان انا اهلاوي بكتب في مجله الاهلي بشتغل في ميدان الرياضه لكن كان من الطبيعي تلاقيني في 100 عقبه تلاقيني قاعد مع نادر السيد مع سامي الشيشيني مع مع اي حد. ده كانت الامور شيء جميل. كانت الامور ماشيه بالشكل ده حتى ما بين الجيل بتاعي انا اكبر منكم انتوا الاثنين تصدق بقى انا كان المفروض ابتدي بيك انت الاول انت خدت بالشكل لا انت انا اصغر منك شكله صغير بس الشاب خالد قاعد معانا لا الشاب خالد كان في سنه اولى وانا في سنه رابعه والله في نفس القسم صدق والله انا اول مره اعرف ان في فرق سنين ما بينك وبين الراجل لا هو في سنه اولى وانا في سنه رابعه في نفس القسم اوكي كنا في نفس الكليه معلش بقى رجوع انا ابتدي باسامه بقى السنه الجايه فالميزه كانت الكلام دوت كان وكان كل تركيزنا كان على الاحترافية أسبق إزاي الاحترافية يعني أطلع إزاي أبروز بغض النظر دي رايحة في السكة دي أو رايحة في السكة دي ماليش دعوة ميدو وهو محترف في أياكس أو حتى في بلجيكا كنت ما كانش لسه الانترنت كان حاجة بسيطة وأنا مفروض بقولك أهلاوي شغال في مجلة الأهلي تمام. بدور وحفر علشان أجيب لميدو صورة وأقول إن محترف المصري في الحتة الفلانية بيعمل الإنجاز 1 2 3 4 فده الوضع الحالي. لكن فكرة السوشيال ميديا دلوقتي هي اللي خلت الموضوع يختلف مليون في المية. طب ليه ما مشيناش بنفس المنطق؟ ما أقولك ليه أقولك على السوشيال ميديا برضه بقولك ليه لأن السوشيال ميديا جمهور نبض جمهور الجمهور ايامنا كان الجمهور بيعبر عن الكلام دوت فين في المدرج في المدرج في ناس كبار واعيين بيسيطروا على الاجواء لو في حد منفعل لو في حد كذا كانت الناس الكبيره بتعرف تحتوي الامور لكن دلوقتي الراجل قاعد معاه موبايله قاعد معاه ما عندوش خبره مثلا مندفع كذا 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 فبالتالي المساله بقى وصلت ايه وبقى في حاجات بقى تانية ملهاش اي لازمه يعني مثلا عايز اركز على الجانب الايجابي في كل حته يعني تركيز بقى على الجانب السلبي امبارح مثلا طالع تصريح من صامويل ايتو صامويل ايتو اسطوره الكره الكاميرونيه طبعا العالم كمان يعني من واحد من احسن لعيبه في تاريخ الكره في العالم صحيح. بيقول على بيتسو موسيماني انه مدرب مذهل ويستحق التدريب والعمل في اوروبا ليه ده ميت بروس جميل طبعا انا متابع جنوب افريقيا بتتكلم عن الراجل ازاي جنوب افريقيا بتشعر بالفخر على انجازات الراجل في 10 شهور عامل 5 بطولات وثالث عالم فبالتالي المساله ان انا 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 كاعلام مصري المفروض ابروز الكلام ده المفروض ان انا ابروز الراجل ده واقف معاه واقف سبورت ليه هو ده المعنى بغض النظر مش بيتسو موسيماني لو الكلام ده عمله كارتيرون لازم كلنا نقف معاه لو الكلام ده عمله ايا كان المدير الفني او المدرب يوناس المفروض يبقى في عداله في الكلام دوت ويبقى في بحث على ابراز الجوانب الايجابيه اللي هتعزز الروح الايجابيه صحيح. بين الجمهور صحيح. طيب واحنا بنتكلم بقى على المديرين الفنيين عايز اخدكم بقى للمنتخب الاولمبي وخروج منتخبنا من البطوله رجاء يمكن كابتن شاوي بقالهم فترة مع بعض الأمور طبعا بسبب كورونا أثرت بشكل كبير على التجهيزات الخاصة للمنتخب الأولمبي وأيضا برضو عشان المنتخب الأول احنا جايين خلاص بعد ما الدوري يخلص عندك المنتخب الأول كابتن حسام البدري واستعداده لبداية التصفيات الخاصة بكأس العالم فكرة خروج منتخبنا أمام البرازيل رجائي يعني هل الشكل الصحفي والإعلامي وأيضا الجماهيري ممكن يكون استقبله زي الامور عاديه ولا كان الفكره نفسها كانت مفروض تبقى افضل من كده هو انك تخسر من البرازيل ده طبيعي في كره القدم في جاب كبير بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل على كافه الاصعده سواء ناشئين سواء كبار سواء منتخب اولمبي لكن انت بتتكلم على معطيات مباراه ما انا لسه بقول لك انت بتتكلم على معطيات مباراه احنا بنتكلم على مباراه الحقيقه الكابتن شوقي غريب لم يدير المباراه بشكل جيد حتى تغييراته في المباراه لم تكن جيده دايما انا ليا مقوله بحب اقولها باستمرار او حتى انا مقتنع بيها الايادي المرتعشه لا تصنع التاريخ دايما فكرك يكون فكر ازاي انت تزرع روح الانتصار لدى اللعيب اللي موجود قدامك انا كسبت منتخب استراليا وكل الناس قالت ان منتخب استراليا منتخب قوي وعملت مباراه كبيره قدام الارجنتين اضعف فريق في المجموعه انا ما اديتش خالص منتخب مصر ما كانش موجود وخسر بس انت كنت متوقع ان منتخب الارجنتين قدام اسبانيا اللي هي اسبانيا دلوقتي في السيمي فاينال قدام اسبانيا انت لعبت مباراه 90 دقيقه مدافع لحد امتى انت عندك قدرات هجوميه موجوده يعني انت ما قدرتش تاخد على سبيل المثال محمد صلاح كان ممكن يروح محمد شريف
كان ممكن يروح مصطفى محمد. انت كنت محتاج استرايكر راس حربة. صحيح في احمد ياسر ريان وهو ما قصرش مع المنتخب وهو مهاجم وهداف الدوري والكلام ده كله، لكن احمد ياسر ريان تنقصه الخبرات اللي اقدر اصنع فارق في الاولمبياد. بس الرفض بيجي دايما ما كانش من اللاعبين يا استاذ رجاء، يعني اداره تشاوي انا من وجهه نظري او مصطفى محمد كان جلس راي يعني. لا ما انا بقول لك من وجهه خلاص لو هو طلب شريف من الاهلي، شريف في الفتره الاخيره واحد من اهم المهاجمين في مصر. يعني انت عندك شريف ومشناوي ده كان في الوقت طبعًا اللي بيلعب فيه النادي الاهلي الماتشين اللي فاتوا كانت الامور هتبقى صعبه، انت كان هيتاجل الماتش هيتاجل. بعد اذنك رجاء هتفق معاك في جزئيه انه كان في الامكان افضل مما كان مؤكد. ليه بقول لك كده؟ لان الجيل اللي موجود في المنتخب الاولمبي ده، وانت عاصرت المنتخبات الاولمبيه ولعبت منتخب، وكان على فكره الجيل بتاعكم كان منتخب اولمبي قوي، كان متميز جدا 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 جدا. بس ما وصلناش، كانوا رايحين اطلنطا، ما وصلتوش يعني مع ده وسيدني 2000 كانوا رايحين سيدني 2000. بسوء حظكم ان انتم ما تاهلتوش، لكن الجيل ده كافراد اعمل المساله كده، بص على الاسماء بتاعه المنتخب ده، الاسماء دي نص الفرقه بتلعب منتخب اول بالظبط، بتلعب منتخب بالاضافه الى ان كورونا اثرت، بس كمان كانت مكسب في الوقت اللي كان المفروض اللعيبه دي تروح تلعب 2020 لعبت 2021 بعد ما اكتسبت مع الاهلي والزمالك خبرات غير عاديه في دوري ابطال افريقيا. يعني لو راحوا 2020 كانت الموضوع لا يتعلم. هيبقى لسه برضو يعني في ناس مستوتش، كان في ناس مستوتش لكن في ناس مثلا ايوه واكرم زور اكرم بالمستوى ما كانش بيلعب في الوقت اللي كان كابتن محمد، واخد بالك؟ فهي القصه القصه ان انا شخصيا سقف طموحي عالي، انا شخصيا سقف طموحي عالي، انا سقف طموحي ان البطوله دي كنت اعمل انجاز تاريخي واخد ميداليه وابقى على منصات التتويج بالعناصر الموجوده دي، عناصر مؤهله ان هي تعمل كده. لكن كابتن شاوي غريب كان عنده تحفظ كبير في طريقه الدفاع بشكل مبالغ فيه، ما عندناش حاجه نخسرها، بتلعب قدام البرازيل محدش هيلومك، العب حرر الناس، استخدم كل الاوراق اللي عندك المتاحه. لكن احنا الاربع مباريات ابقى رقم واحد محمد الشناوي نجم في الاربع مباريات، نجم الفريق، وراه يبقى احمد حجازي، وراه يبقى حمدي الونش، وراه اكرم توفيق، شايف التسلسل عامل ازاي في النجوميه، هو النجوم في الاربع في الاربع ماتشات. يعني لولا محمد الشناوي كانت النتائج هتبقى كارثيه بصراحه. خلينا نتكلم بمنتهى الواقعيه ومنتهى المنطقيه. فانا كان نفسي ان المنتخب يبقى موجود على منصه التتويج في الاولمبياد. مفيش اجابات خالص في المنتخب من وجهه نظرك يا اسامه؟ لا في الـ في الـ في عشان اسامه بيتكلم في الايجابيات، فانا عايز اخد منه الايجابيات. هو لا بالعكس الـ 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 من ابرز الايجابيات ان محمد الشناوي عمل رقم غير طبيعي. ان محمد الشناوي بقى الحارس المرمى المصري الوحيد اللي شارك في اولمبياد وكاس شارك كاس عالم وشارك كاس عالم للانديه. اللعيبه نفسها الاحتكاك نفسه، اللعيبه الصغيره احتكت وخدت خبرات، حتى الثلاثه الكبار الثلاثه يعني حصل انسجام بين حجازي وبين الونش غير طبيعي. وحجازي على فكره برضه عشان الرقم ده ثاني مره يشارك ثاني مره يشارك في الاولمبياد، فبرضه ده رقم يعتبر ده رقم كويس يحسب ليه. الشناوي يعمل 2 كلين شيت في الاولمبياد، فحاجه ما تكررتش قبل كده، ما حصلتش لاي حارس مرمى قبل كده. برضه العناصر الثانيه عمار حمدي استفاد، رمضان استفاد، رمضان كان بعيد بقى له فتره عن فورمته، بدا تدريجيا يرجع ليستعيد جزء من فورمته. بقيه العناصر اللي موجوده، كريم العراقي، بقيه احمد فتوح، كل دول أكرم. اكتسبوا كل دول اكتسبوا اكتسبوا خبرات. لكن انا ما زلت عند رايي احنا كان ممكن نوصل لافضل مكان بكتير. طيب النقطه بتاعت المكاسب استاذ رجائي موجوده، يعني استاذ اسامه بيتكلم ان لا يعني في بعض الارقام زي للشناوي لحجازي لوجود بعض اللاعبين اللي اخذوا خبرات هيستفاد بيها هو كلاعب، وهتستفاد انديتهم وهيستفاد المنتخب الاول، ده بلا شك يعني موجوده عند حضرتك برضو ولا الامور تختلف؟ بدون شك يعني عارف حتى المنتخب الاولمبي اعد بعض اللاعبين لانديتهم وقدمه لهم بشكل كويس. يعني المركز اللي كان بيلعب فيه اكرم توفيق، يعني اكرم بيلعب ارتكاز، شفنا اكرم في الاهلي في بعض المباريات بيلعب باك رايت لاصابه محمد هاني. اكرم صراحه احنا اكتشفنا جوكر احمد فتحي جديد موجود في النادي الاهلي بشكل واطار منظم جدا واطار محترم. ممكن اكرم يعني بعد الاولمبياد ممكن يطلع بره
ويا ريت يعني نشوف لعيبه خلاص احنا مش نكتفيش بمحمد صلاح اختلف والنني اختلف انا وجهه نظري على طول بتختلف لا لا بس أنا الاختلاف بص في الاختلاف في الراي لا يفسد الود القضيه انت عارف العلاقه اللي بيننا يعني طب برافو عليك هو ده هو يعني اصل ده احنا عشره عمر يعني فبنختلف وبعدين طول ما انت رايك فني دون التجريح ده أيوة. انا وجهه نظري البطولات الكبيره دوره العاب اولمبيه كاس عالم كاس عالم للانديه البطولات المتشافه اللي الناس بتشوفها بشكل كويس عباره عن اطار او برواز كبير جدا تقدم من خلاله الخامات المتميزه او اللاعبين الجيدين انا شايف اكبر مكسب لمنتخب مصر الاولمبي في دوره الالعاب الاولمبيه اكرم توفيق تم اكتشافه في بوزيشن كويس قدم كره قدم على اعلى مستوى قدم نفسه بشكل يعني لاعب فايتر فعلا بمعنى الكلمه داخل الملعب اكرم لازم يمشي دلوقتي اكرم عنده كام سنه هو بص هنا بقى الاختلاف لازم يمشي اكرم يمشي هنا الاختلاف يا اسامه احنا هدفنا الاساسي طيب. هدف ايه فايده الدوري ايه فايده كل شيء انا بقدم لعيبه المنتخب مصر الاهلي الزمالك الاسماعيلي اي نادي بيقدم لعيبه المنتخب مصر طيب اسمعني اللعيبه لما يلعبوا في الاطار المحلي ايه الاضافه اللي انا بضيفها حتى البطولات الافريقيه لكن الاضافه الحقيقيه لما انا يبقى عندي ريكورد او عدد من اللاعبين بيلعبوا في اوروبا واوروبا بمعنى اوروبا احنا دلوقتي اللاعب المصري يقدر يتسوق بشكل كويس بعد المستوى الكبير جدا او المكانه العالميه اللي موجود فيها لاعب زي محمد صلاح لاعب زي محمد النني محمود تريزيجيه الاسماء اللي موجوده بتادي بشكل كويس في اصبح للاعب المصري اسم واصبح ليه صوره انت تقدر تقدمه بشكل كويس دوره الالعاب الاولمبيه لما اكرم توفيق يتالق طب امتى اكرم توفيق يحترف هل يحترف بعد ما خلاص يرجع تاني والفكر نبقى موجودين في البطولات المحلية والكلام ده انت نقدر اقدم المستوى اللي اقدمه اكرم في دورة الالعاب الاولمبية نفس الكلام لعيب زي فتوح نفس الكلام لعيب زي الوينش مع اختلاف الاسماء هما الحقيقة معظم اللاعبين قدوا بشكل كويس ويستحقوا ان هما ياخدوا مكانة كويسة احنا كمنتخب ما عملناش نتائج كويسة لان تعامل المدير الفني مع البطولة لم يكن بالشكل المطلوب ودايما الخوف ما بيقديش الا لنتيجه واحده انك انت بتحققش الهدف المطلوب فعشان كده هياخد الوقت كله بقول لك مش هيسيب لا لا رجو لا لا رجو بقول لك الهوا مسيطر عليه مش بيراعي فرق السن ابدا طيب هو اتكلم في نقطه مهمه انت بتقول لي على اكرم توفيق انت مختلف مع رجاء في فكره الاحتراف هو بيتكلم في نقطه انت طول ما انت عدد المحترفين بيزيد حلو لمصلحه الكوره هو رجاء انا هرد عليك بمنتهى المنطق فانت دلوقتي انت عندك لعيب زي ده هو بيتكلم رجاء وبيقول ان البطوله المحليه اللي هي الدوري يعني وده سهل الاهلي بيكسبه باي حد لا الاهلي اللي عرفه ان الاهلي مع موسيماني عنده مشروع المشروع ان النادي الاهلي يوصل لمستوى خلاص واخد بطوله افريقيا مرتين ورا بعض واخد سوبر واخد ثالث عالم عاوز يعمل فريق يوصل انه يكون على مستوى يقارع الكره الاوروبيه الحديثه فما يستغناش عن اي لاعب ما ينفعش لا تقول لي ديانج يمشي ب 8 مليون ولا ب 10 مليون ما ينفعش تقول لي محمد شريف يمشي بكذا لا دي في لعيبه اسمعني طيب بس اديني ثانيتين بس عشان ما تضيعش الفكره عشان ما تضيعش الفكره انا ما رضيتش اقطعك يا رجاء ما انا هقول لك بس ثانيتين استنى ريجو بقى ديانج لاعب محترف هو موجود عندك في نادي الاهلي ايه الاضافه الفنيه ديانج يمشي عادي او يستمر عادي لكن اكرم توفيق لما يروح اوروبا عمل اضافه للكره المصريه حتى لو منتخب مصر حتى لو هل البطولات المحليه ديانج عمود في يعني عمود خيمه دلوقتي ديانج عمود خيمه انت بتتكلم في منظور الكره المصريه اسامه بيتكلم على المصلحه الخاصه للنادي الاهلي ما هو النادي الاهلي ما هو لما بيلعب كاس عالم بيمثل مصر اكيد بيمثل مصر فانا منظور مختلف بس في نفس انا وصلت ان انا خدت ثالث عالم عاوز انافس على ان انا اوصل نهائي البطوله اللي بعد اللي جايه دي النسخه الاخيره اللي هي فيها سبعة الخاصه بكاس عالم انديه ولا كاس عالم الانديه لا كاس عالم الانديه سبعة انديه دي اخر نسخه هتبقى في اليابان البطوله اللي وراها هتبقى 24 نادي في الصين لا اتنقلت من الصين لليابان عشان كمان. ظروف الصين اتنقلت يعني هتبقى في اليابان هتبقى 24 نادي 24 نادي يعني انا عايز كواليتي غير طبيعي من اللعيبه مش هلعب ماتشين ثلاثه والاقي نفسي بلعب سيمي فاينل لا الكلام ده مش هيبقى مختلف فبالتالي الناس المسؤولين عندهم وجهة نظر انه يعملوا فرقة قوية تستاهل ان ده يبقى مشروع زي نادي الزمالك من حقه نفس الحكاية انه يبقى عنده امل انه يعمل فرقة تنافس على انها تلعب في كاس عالم وتشرف مصر زيه زي النادي الاهلي فبالتالي ان انا استغنى عنهم عشان يروحوا يحترفوا يبقى انا بعمل ايه يبقى انا بدمر المشروع لا انا النادي الاهلي نادي بقى فاليو في الكره الافريقيه طب هل ممكن النادي الاهلي ما هو ممكن النادي الاهلي عنده كابتن تفكير فاروق. لو ظهر لعيب كويس يقدر يجيبه امور بالنسبه له مختلفه بالعكس ده هيضيف عليهم مش هيستغنى عنهم
بس يعني تاكيدا بس للكلام انت انت بتقول الاهلي عنده قيمه كبيره وعاوز يبقى في بطوله كاس العالم. انا عندي اربع محترفين يعني القانون بيتيح لي اربع محترفين موجودين في القائمه. طيب الو ديانج مين محترف تاني معاه في الاهلي؟ انا عندي اربع محترفين. عندك في معلول عندك معلول اوكي بواليا عندك بواليا على الدكه جاي على الدكه طيب صح انا بتكلم طيب غلط مشكله لو 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 ما كملوش وما استفدتش منهم هستبدلهم بلعيبه سوبر. انت الاهلي تقدر تجيب تقدر تجيب محترفين على مستوى. انا في النقطه دي رايكو استاذ رجاي معلش انا بقول لك عادي بس انا عندي فاصل مهم هرجع اتكلم على الفكره دي برضه فكره مهمه هي انت بتتكلم الاثنين منظورين في مصلحه الكره المصريه لكن هنا بمصلحه بشكل لل زي ما بنقول للمحترفين واحد زي صلاح ممكن نشوفه بنفس قوته بنفس جماهيريته الاخر الراي الاخر هو فكره النادي وايضا تمثيله في كاس العالم الانديه ده برضه لمصلحه مصر والكره المصريه. هطلع لفاصل ونكمل طبعا مع نجومنا في الاستوديو استاذ اسامه السويسي بقى الكبير واستاذ رجائي فتحي معانا في الاستوديو. أثبت أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني أنه لاعب من طراز فريد بيتفوق على كتير من أبناء جيله، صنع أسلوبه الخاص وشق طريقه للمجد في أكتر المراكز داخل الملعب بعداً عن الأضواء والشهرة، وبرغم ذلك قدم حجازي الأداء اللي جعل الجميع يقف ليه احتراماً على أدائه النموذجي سواء مع المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو. احتل أحمد حجازي قائد المنتخب الأولمبي المركز الأول في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كأفضل لاعب في دور المجموعات خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، متفوق على الثلاثي الياباني كوبو والبرازيلي ريتشارلسون والمكسيكي أليكس فيجا. بدأ أحمد حجازي مسيرته الكروية لاعب في النادي الإسماعيلي. رحلة حجازي الأوروبية بدأت مع فريق فيورنتينا الإيطالي في 2012، لكنه تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي للركبة ليبتعد طويلاً عن الملاعب ويشارك لمدة موسم مع فريق بروجيا على سبيل الإعارة قبل ما يستعيد تألقه مع الأهلي لمدة عامين وبعدها لوست براميتش ألبيون من 2017 ولحد 2020 قبل ما ينضم لاتحاد جدة السعودي فريقه الحالي. وشارك حجازي مع الأهلي في 56 مباراة محلية وإفريقية بالإضافة ل 35 مباراة مع الإسماعيلي و14 مباراة في إيطاليا. كمان مثل المدافع منتخب بلاده في 62 مواجهة من عام 2011. طيب مكملين مع حضراتكم ونقطة الاختلاف اللي احنا اختلفنا فيها ولكن هي في الأول وفي الآخر هي مصلحة الكرة المصرية. فكرة احتراف اللاعبين بالنسبة لمصر هل هي أو بالأخص طبعا أكرم طفيل لأن الوضع هنا اختلف ما بين رجائي وأسامة في فكرة احترافه هنا الإفادة للكرة المصرية وهنا الإفادة للنادي اللي برضه لما بيروح كأس العالم الأندية عنده طموح وعنده مشروع عايز يحققه هو النادي الأهلي في فكرة أن هو يحقق مركز متقدم في هذه البطولة. رجائي كمل لي النقطة دي وبرضه أسامة عايز برضه يناقش فيها. أكرم دلوقتي عنده 24 سنة يعني في سن مبكر جدا يعني يقدر مرحلة النضج الكروي. أكرم لما يروح أوروبا دلوقتي في خلال موسم أو موسمين يتأقلم على الأجواء الأوروبية ممكن نشوف واحد من أفضل الهافات الديفندر في العالم أو حتى لو لعب في مركز الظهير الأيمن. لاعب المنتاليتي عنده عالية جدا، لاعب فايتر في الملعب بيطور من نفسه. حتى أنا شفت في المباريات اللي لعبها في بعض المحاولات ليه للتسديد تجاه المرمى لاعب يعني زي بينفذ زي ما بيقول الكتاب. لو تسأل أي مدير فني أو لعيب كرة يفضل النوعية دي من اللاعبين. لما أكرم يحترف في السن ده يبقى أنا عندي نموذج هينجح اللي بيمشي بالطريقة دي وبيطور من نفسه سواء مع نادي أو مع المنتخب ويصبح رقم. يعني قبل دورة الألعاب الأولمبية أكرم لعب مباريات قليلة مع الأهلي كان هاني اللي بيلعب باستمرار، لكن لما لعب أثبت نفسه. اللاعب اللي من النوعية دي لما يخش ويروح أوروبا ويلعب في نادي كبير أو حتى نادي صغير في أوروبا هيتشاف بشكل كبير جدا عن هنا. هو يبقى عنده الدافع أنه يقدر يتطور، نقدر نشوف لعيب تقيل في منتخب مصر يفيد الكرة المصرية بشكل أكبر، يقدمها بشكل أفضل للعالم، يفتح سوق للاعبين كتير جدا زي ما صلاح فتح. بالظبط كده. قول لي كده اسامه بقى عايز تضيفي على النقطه دي. ما هو بيفتح سوق اللعيبه المصريه في النادي الاهلي باعتبار النادي الاهلي نادي مش قليل.
نادي كبير نادي بيلعب طبعا. ونادي بيلعب بطل افريقيا وبيلعب في بطل السوبر الافريقي وبيلعب في كاس العالم للانديه. عايز اقول لك الصحافه البرازيليه قبل مباراه مصر والبرازيل بتتكلم على مين في منتخب مصر؟ على محمد الشناوي. محمد الشناوي محترف بره تمام. ليه؟ لان محمد الشناوي عشان عمل ما قدمه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ومحمد تمام. الشناوي كان احد الاسباب المهمه في فوز النادي الاهلي بالميداليه البرونزيه قدام بالميراس البرازيلي تمام. فبالتالي النادي الاهلي زي ما قلت لك عنده مشروع، المشروع بتاعه انه يحافظ على القوام الرئيسي بتاعه ويضيف عليه ويضيف عليه عشان يوصل لمستوى قادر على ان هو لما يلعب بايرن ميونخ او برشلونه او تشيلسي ما يبقاش بيلعب في نص ملعبه تمام. طيب انا عايز اسالك يا استاذ اسامه على مستوى بعض اللاعبين اللي كانوا في المنتخب منهم رمضان صبحي، والناس كانت متوقعه ان رمضان يشيل المنتخب اكتر من كده. هل عندك يعني اعتراض في النقطه دي ان هو كان فعلا المفروض يشيل المنتخب اكتر من كده ولا ادى اللي عليه من خلال طبعا تواجده مع المنتخب؟ والله لا طبعا رمضان صبحي عنده اكتر من كده بكتير بكتير جدا جدا جدا، ولكن رمضان صبحي برضو يعني الفريق ملتزم بالاسلوب اللعب اللي لعبه الفريق اسلوب اللعب اللي لعبنا بيه ما كانش فيه نزعه هجوميه، كان فيه ظلم يعني في الفتره الفريق كله كل العناصر اللي في الخط الامامي اتظلمت، طاهر احمد ياسر عمار حمدي حتى عمار حمدي يعني عمار حمدي امكاناته الهجوميه غير طبيعيه ولكن كان بيميل للجانب ان هو برضو بيساند في الدفاع. انت مستوعب لما رمضان صبحي يبقى الشغل الشاغل بتاعه انه يقفل الناحيه الشمال مع فتوح فده كله برضو على حساب الجوانب الهجوميه. لما تحررنا شويه في ماتش استراليا ظهرت الامكانات ظهر التشيب باص بتاع طاهر ورمضان راح رايح وعملها بالعرض لاحمد ياسر وجاب جون جميل ناصر منسي لما توغل من الناحيه اليمين وراح شايط ونزلت وعمار كمل جاب جون. ليه ما نلعبش كده على طول؟ ليه ما هي فكره الجراءه الصراحه. ايوه ليه لازم تبقى عندك ايمان بانك انت عندك قدرات وعندك امكانيات انك انت تقارع الفرق دي. هو ده اللي احنا عاوزين نوصله. احنا عملناها مع منتخبنا الاول ما احنا لعبنا البرازيل وكان وايطاليا وكسبناها مثلا في كاس القارات مثلا انت عملت ماتش للتاريخ. ما هو ده اللي بقول لك عليه الجيل الحالي الجيل الحالي بتاع منتخب الاولمبي كان قادر على الذهاب بعيدا في الاولمبياد. انا شخصيا كنت متصور كده، متصور ان انا هشوف الناس دي على منصه التتويج معاهم ميداليه لان احنا الانجاز الوحيد بتاعنا كان المركز الرابع في امستردام 28 وفي طوكيو 64 كنت متفائل في طوكيو 2021 ان احنا ناخد برونزيه على الاقل. رمضان في انا اسالك على رمضان بس رمضان في جزئيه كنت عايز اسالك سؤال تاني بس خلاص كمل لي رمضان. لا انا هقول لك جزئيه على رمضان. رمضان من بيلعب كل مبارياته في الفتره الاخيره تحت ضغط، هو دايما تحت ضغط حتى مع بيراميدز تحت ضغط. ليه؟ لان رمضان كان لعيب في النادي الاهلي وترك النادي الاهلي وكلنا عارفين الملابسات اللي حصل لترك النادي الاهلي والكلام ده كله، فهو دايما مضغوط ان هو متشاف. رمضان هيعمل ايه؟ هل رمضان يعني هيل بيقدم نفس الصوره مش بيقدم نفس الصوره؟ فودا كله زي ما قال اسامه طريقه اللعب اللي بيلعب بها المنتخب في البطوله طريقه لعب غير مناسبه بالمره لامكانيات اللاعبين. حرمنا كتير كابتن شوقي غريب مع تقديري ليه لامكانيات لاعبين هجوميا على اعلى مستوى ما استفدناش منهم بالطريقه المطلوبه، عشان كده كانت نتيجه طبيعيه الخساره من البرازيل. الخساره 1-0 زي الخساره 5 زي الخساره 6 في النهايه انت ودعت البطوله، لكن يفضل الناس تفتكر في بطوله العالم للقارات منتخب مصر عمل مباراه كبيره قدام البرازيل وخسر لاسباب تحكيميه، كلنا فاكرين مباراه البرازيل ومصر في جنوب افريقيا. فنفس الكلام المنتخب مصر لو أدى بشكل جيد وبشكل أفضل كان الناس كلها هتقول منتخب شوي غريب مش منتخب مصر. زي ما قلناها قبل كده في الأرجنتين لما لعب بطولة كاس العالم للشباب وخد المركز الثالث والميدالية البرونزية كلنا عدنا نتكلم ونشيد بهذا المنتخب مع المدرب كابتن شوي غريب. منتخب مصر لعب بطريقة عقيمة جدا لا تناسب إمكانات اللاعبين، لم يستفد بالعناصر الهجومية اللي موجودة في المنتخب ولا الأسماء اللي موجودة ولا طريقة اللعب خدمت المنتخب، عشان كده كان طبيعي جدا تحصل النتيجة دي. خسران 1-0 من البرازيل والبرازيل ككرة اسم كبير وعالم كبير في الكرة وكل حاجة لكن احنا بنتكلم على الواقع اللي موجودين فيه. زي ما قال أسامة كان في الإمكان أفضل مما كان. طيب خليني بقى قبل ما اسالكم يعني انا وقت بينتهي يا استاذ اسامه منتخب مصر لكره اليد برضو يعني ايه ده الحاجه اللي بتفرح
انا عايز اسالكم عليه، لان ما ينفعش ان الانجاز اللي بيحصل دلوقتي وان شاء الله ممكن يحصل من خلال المباراه القادمه وده اللي هيحصل ان شاء الله. يعني برضو رايك في وجوده في الوقت الحالي بالشكل ده، واحنا كنا متوقعين صراحه بعد الاداء اللي عمله في بطوله العالم، يعني ما كناش محظوظين في بطوله العالم اللي كانت على ارضنا، ولكن المنتخب ان شاء الله باذن الله هنشوفه باذن الرحمن على منصه التتويج. محتاج بس ان احنا هم رجاله بجد، رجاله اسود بجد، منتخب يشرف ويرفع الراس. منتخب بتقول للناس منتخب اليد ده انا مصري تبع الناس دي. طبعا حاجه مشرفه. وان شاء الله ربنا يكرمهم، بس نعدي ماتش المانيا هقول لك ان شاء الله ابارك لك على ميداليه في اللعبه جماعيه للمره الاولى في التاريخ ان شاء الله. ان شاء الله رجائي. عايز تعلق على انا الحاجه الوحيده اللي اخشاها على منتخب مصر لكره اليد، منتخب مصر نفسه، اخشى على المنتخب من اللاعبين انفسهم ما يكونوش في حاله جيده، مش في حاله توفيق في المباراه، لكن هم كافراد كاسماء كخبرات منتخب مصر ان شاء الله قادر ان هو يكسب المانيا ويوصل للدور نصف النهائي ويكمل المشوار ان شاء الله يكون على منصه التتويج، سواء كان ذهب فضه برونز. الفوز بميداليه اولمبيه في لعبه جماعيه حاجه كبيره جدا حقيقي، نتمنى ذلك ان شاء الله. طيب انا عشان بس وقتي بينتهي، مش هينفع ما اسالكمش على كره القدم في مصر، دوري مين السنه ده؟ الدوري اهلاوي طبعا، رجائي والله. يعني الاهلي الاقرب للدوري، مش حتى علشان الاهلي ممكن يكون الافضل، علشان اخطاء الزمالك، عشان اخطاء الزمالك هيخسر نقاط في المباريات الباقيه ليه. على فكره لا لا لا، الاهلي انا اتوقع يكسب كل الماتشات. على فكره هو بشهاده خبراء التحكيم لو في ما فيش اخطاء للحكام كان الدوري اتحسم وكان باركنا الاهلي على 43. اشكرك يا اسامه، نورتني وشرفتني. بشكرك يا رجائي، نورتني وشرفتني وسعيد بوجودكم معايا النهارده. تسلم. هنعمل حلقه تانية ان شاء الله، ان شاء الله هتكون افضل وتكون احسن وقتها اطول، لان وجودكم دايما يعني مثمر دايما من خلال ادائكم في التحليل والنقد بالنسبه لاي شيء. وسعدت طبعا بكلامك يا اسامه، فكره عدم التعصب وان كل واحد بيعمل شغله والاحترافيه ده شيء مهم، وطبعا رجائي برضو نفس الوضع. المهم ان احنا اتقابلنا احنا الثلاثه يعني واستعدنا ذكريات 25 سنه. اشكرك يا اسامه، اشكرك يا رجائي، اشكركم وان شاء الله بكره حلقه جديده من البريم، وانتظرونا، تصبحوا على خير.